يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. شفنا عظمة امبارح، شفنا روح قتالية عالية، شفنا أهداف جميلة، شفنا فرحة جماهير النادي الأهلي بعودة كهربا، شفنا فرحة كهربا ذات نفسه بعودته للتألق من جديد. عندنا كلام كتير قوي هنتكلم مع حضراتكم فيه أكيد يتعلق بيه ماتش يعني الأمس، بس في الأول قلنا نصبح على حضراتكم صباح الفل. وصباح الفل عليك يا رب. هي 23 شكلها سنة حلوة ولا يا رب يا رب شكلها كده سنة حلوة يا رب. يعني هو امبارح في تعليقات كتيرة كده قريتها، كانت ناس تقول لك كانت ماتش بكهرب، كان ماتش بكهرب فعلا وكهربا كان مبدع بصراحة، والأهلاوية كانوا سعداء بيه، والجماهير امبارح الكيمستري اللي ما بينهم وما بين كهربا، هذا اللاعب اللي لا يختلف عليه اثنين بصراحه. برضو هرجع اقول فترات، كل لاعب بيبقى عنده فترات ابس اند داونز وغيره، بس ما ينفعش حد يقول ان كهربا مش لاعب يعني فعلا متميز. كهربا امبارح عمل شغل حلو، وجوده كان فارق بشكل كبير. الكيمستري واللغه اللي كانت بينه وبين الجماهير في اول مباراه بعد غياب فتره طويله جدا، الجماهير كلها كانت عندها امل فيه، وعلى فكره كانت ضغوطات اكثر يعني مما اي حد ممكن يتخيل على كهربا تحديدا. انا راجع بعد غياب، الناس كلها مترقبة إيه اللي هيحصل، سواء أهلاوية أو غيره، الناس عايزة تشوف كهربا ده إيه، يستاهل كل اللي بيحصل ولا لأ، هل كهربا هيعود المستوى اللي احنا كلنا بنأمله ولا لأ. كل ده امبارح كان في أذهان يعني أعتقد كهربا والجميع. فعلى كل حال هنتكلم في كل التفاصيل، بس هرجع وأقول صباح أحلى نصر، والحمد لله لحد دلوقتي الأهلي ماشي بخطوات فعلا رائعة. صباح الخير والنصر على حضراتكم، ونتكلم بقى في التفاصيل يا طبعا. كريم مبدئيا كده يعني أحلى عودة شفناها يعني بصراحة فعلا. لكهربا اتنين أسيست أحلى من بعض، جول رايق من الصنف اللي مزاجه عالي، يعني الناس كانت فعلا امبارح فرحانه بالمعنى الحرفي لعوده كهربا. هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي، اولا بس خلينا نعرف حضراتكم ان ساعتنا الثانيه هيكون معانا من خلالها اكتر من فقره حواريه. فقرتنا الاولى الحواريه هينورنا من خلالها الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي، وطبعا هنتكلم معاه عن ماتش امبارح، وطبعا برضه هنتكلم معاه عن اللي جاي ان شاء الله. ثاني الفقرات هتكون عن الالعاب الاخرى بعيدا بقى عن كره القدم، هنتكلم كمان عن منتخب اليد مع الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. اما ثالث واخر فقراتنا الحواريه فهي الفقره الطبيه اللي هينورنا من خلالها الدكتور باهر السعيد. ندخل بقى مع حضراتكم في التفاصيل. التفاصيل بقى. أيوة. مليون مبروك. دي حقيقة. بدايه كلام كده، مليون مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي في كل مكان، تاهل فريقنا لنهائي بطوله كاس مصر بعد الفوز العريض على سموحه بثلاث اهداف مقابل هدف. طبعا اهداف النادي الاهلي الثلاثه حسمت اللقاء من الشوط الاول. شفنا عزيمه، شفنا روح قتاليه عاليه جدا الحقيقه، شفنا روح الفانيلا الحمراء حاضره بقوه. نقدر نقول انه يمكن ده يكون افضل شوط للنادي الأهلي في الموسم الحالي على الإطلاق. شفنا أو سمعنا أو تابعنا سيمفونية موسيقية بأقدام لاعبي النادي الأهلي. هدف التقدم طبعا كان لأحمد عبد القادر في الدقيقة 8، أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 19، ويعزز محمود كهربا تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 36، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ضرب الجزاء في الدقيقة 90 من أحداث المباراة. مباراة قوية، مباراة مميزة، ظهور قوي جدا لكهربا بعد غياب طويل، وكمان ظهرت كمان الصفقات الفريق الشتوية، دفع مارسيل كولر بمروان عطية ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح، فأول ظهور رسمي ليهم. عشان كده نقدر نقول إن فعلا كانت المباراة مميزة على أكتر من صعيد وعلى أكتر من مستوى. بص بقى كريم، خليني اقول لك على حاجه، يعني احنا الحمد لله فزنا، والحمد لله كان لعبه حلوه جدا، بس في كمان مكاسب بتبقى اخرى. يعني المكاسب خلينا نقول طبعا اول حاجه منها الصعود للنهائي، وده شيء اكيد كلنا كنا بننتظره بشكل كبير جدا، لكن اهم كمان من مكاسب المباراه هو حصول زي ما كنت بقول كهربا كمان على نسر مباراه، يعني نسر المباراه يعني بالتمريرتين الاكثر من رائعتين، وزي ما بتقال عنهم حاسمتين، وهدف كمان ومستوى اكثر من رائع. بجد كهربا امبارح حقيقي احنا مش بنجامل، الواحد كان قلقان على فكره ان كهربا بعد هذا الغياب كان ممكن جدا الناس تقولك على فكره ما تتعشموش قوي في كهربا، هو بعد غياب الطبيعي اللاعب بيبقى لسه محتاج وقت علشان المستوى بتاعه يعود وغيره، احنا ما شفناش ده تماما. صحيح. مع كهربا امبارح شفنا صحيح. مستوى محترف، واحد محترف جاي بيرجع بعد غياب لاي سبب إن كان، بس بيرجع بالتالق اللي احنا كانت بداياته معانا عارفينه عليها، فحاجه كانت محترمه جدا. ويمكن كمان شفنا لو اتكلم عن صعيد الفنيات، انت شفت كمان اصرار من فكره هنا يعني من الدقيقه الاولى، كمان هجمات، بتشوف هجمات متتاليه بشكل كبير جدا، شفت زي ما بيتقال كده سيطره على المباراه، شفت حاجات فنيات جميله جدا كانت ربما برضو في بعض الماتشات او الموسم اللي فات تحديدا مش موجوده او بتغيب عننا في بعض الماتشات. فانا اعتقد ان احنا ماشيين كده بشكل رائع جدا. وفي مكسب اخر كمان يا كريم، وده مكسب مهم بنتكلم عنه دايما انا وانت، المكسب المعنوي.
طبعا. المكسب المعنوي ده بيفرق بشكل كبير جدا لما تبقى داخل على مباراه قمه بقى الاهلي والزمالك طبعا، وداخل بمعنويات عاليه ومرتفعه وثقه عندك وعند اللعيبه ومن جانب الجماهير لحضرتك والجهاز الفني والاداري، هتلاقي الموضوع بيختلف بشكل كبير. يعني انت داخل كده ممكن يبقى معاك في جيبك 30% من المباراه باذن الله يعني. فانت بتتكلم ان الحمد لله دلوقتي خطوات يعني اكثر من رائعه، الجماهير كمان عندها امل كبير جدا على الفريق في ماتش القمه. زي ما بتقال كده مفيش رفاهيه ان انت تلعب مباراه مش حلوه، يعني مفيش رفاهيه ان انا اجي العب بقى ما هذا الماتش او ماتش القمه واقول يوه شوف بقى كم فرصه ضايعه، شوف بقى الاسيست اللي مش مظبوط، شوف مش عارف ايه. لا لا، ده تماما باذن الله مش عايزينه ان هو يبقى موجود، عايزين يبقى فيه تركيز بشكل كبير، واحنا عارفين هيكون ده موجود، وعايزين نشوف بقى ماتش حلو قوي قمه قويه. في الاول وفي الاخر يا كريم تاني هنرجع نقول كل ده في صالح الكرة المصرية. لما بتلاقي تنافسية شديدة في الدوري في الكاس في أي بطولة، ما أنا مش عايز برضو أخش كالأهلي إن أنا بلعب كل البطولات بكسب بس وبكسب بسهولة، حتى لو عندي مثلا زي ما بتقال كده يعني منافس معتاد، أنا مش عايز إن أنا كل مرة يبقى عندي منافس واحد، أنا عايز منافس واثنين وثلاث، وعايز بقى فيه صعوبات وأبس أند داونز وماتش حلو وماتش وحش، بس في الأول وفي الآخر عايز أشوف مستوى في المجمل حلو يليق بالنادي الأهلي وأشوف بعد كده فوز. صح ولا غلط؟ المتعه زي ما بتتفرج على البريميوم ليج، بتتفرج على الدوري الانجليزي وغيره، بيبقى فيه متعه، بيبقى لغايه اخر مثلا 3 4 ماتشات ما انتش عارف مين اللي ممكن هو يحصل على اللقب، ودي بتبقى متعه في حد ذاتها. فنتمنى ده يكون عندنا، بس اكيد في الاول وفي الاخر احنا عايزين البطوله، مش هنتنازل عن البطوله. ونعيد بقى تاني يا كريم كده المجد بتاعنا زي ما بيتقال، حتى وان غاب فتره صغيره، بس زي ما كنت بقول لحضراتكم الكبير ممكن ان هو يتعثر لكن ما بيوقعش، سرعان ما بيرجع مره تانية يقف على رجليه، وده اللي النادي الاهلي عودنا عليه، ومش كلامي ده التاريخ، لو احنا يعني متشككين نقدر نرجع له. فبالتوفيق ان شاء الله. بس تاني هرجع اقول انا متفائل ب 23 جدا يا رب لحد هذه اللحظه، والشهر رائع جدا على النادي الاهلي. وتاكيدا بقى لكلامك على مساله ان كهربا ما تحسيش ولو للحظه انه بقى له فتره طويله غايب، يعني الحقيقه العكس الصحيح هو اللي حصل، وكانه لم يغب اصلا باي حال من الاحوال. امبارح لعب ماتش رائع، غير كمان الاثنين اسيست والهدف اللي سجلهم. لا، كهربا المعتاد اللي احنا عارفينه وحشنا لعبه، وحشنا ستايل، وحشنا الكاريزما بتاعته، عنده خصوصية شديدة جدا. طبعا يعني بعد الفترة الطويلة دي من التوقف، اول ماتش يرجع فيه خد من خلاله مان اوف ذا ماتش، فدي دي في حد ذاتها تؤكد على ان هو فعلا لا، ده كهربا اللي احنا عارفينه. برضو من ضمن اللقطات الحلوة قوي قوي امبارح، لمت الفريق حوالين بعض بعد الاحتفال، يعني بعد ما كل هدف بيتسجل والاحتفال الفريق بالكامل بما فيهم الاحتياطي، لا في فرحة عارمة حلوة قوي 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 الروح دي الحقيقة. وإن شاء الله برضو إن شاء الله زي ما أنت بتقولي كده يوم السبت نستمتع بماتش قوي جدا من قبل النادي الأهلي بإذن الله. لازم نحضره ده. دي لما اللي بقولك عليها بقى، يعني بصي كله يعني بالاحتياطي بالجهاز الطبي بالجهاز، يعني حاجة جميلة جدا. حلوة بصراحة. ربنا يديم الفرحة يا رب دايما في النادي الأهلي. عايزين كمان نقول لكم إن بالمناسبة قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز اللي طبعا كان محدد ليها يوم 3 فبراير المقبل، أكيد بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وبرضه بالمناسبة عايزين نعرف حضراتكم ان احنا هيكون عندنا يعني مواجهة مهمة جدا ان شاء الله امام فريق اوكلاند سيتي يوم 1 فبراير. كل التمنيات لفريقنا في كأس العالم للأندية، بكل التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى نشوف يعني مستوى مختلف. يعني طبعا فكرة المشاركة دي حاجة رائعة لكن مش جديدة على النادي الأهلي، لكن نتمنى نشوف مستوى مختلف، لأن الأهلي يستحق وجماهيره تستحق إن هي تحصل على برضو مرتبة مختلفة. إن شاء الله ده يحصل. بالنسبة للاتحاد الدولي بقى للتاريخ والإحصاء، هو كان كشف عن التشكيل المثالي. هنا بنتكلم للأفضل في إفريقيا 22. عندك تواجد مين بقى؟ عندك تواجد أولا محمد صلاح، ده كان على رأس التشكيل بجانب عندك علي معلول، وبعد كده شاهد كمان التشكيل تواجد 5 لاعبين من المغرب طبعا بعد الاداء الجيد والرائع جدا يعني خلال منافسات كاس العالم. بالاضافه كمان عندك ساديو ماني، عندك فينسان ابو بكر مهاجم النصر السعودي، فاسماء كلها اعتقد رائعه في كره القدم العربيه. كل التوفيق ليهم باذن الله. بقالنا كام يوم يا حضرات بنتكلم معاكم كل يوم والتاني عن نجاحات مدويه بيحققها يعني لاعبينا في كره اليد. منتخب مصر لكره اليد بيواصل الحقيقه انتصاراته في بطوله كاس العالم اللي هو بيشارك فيها. امبارح حقق فوز كبير على امريكا بنتيجه 35-16 في ختام مباريات الدور التمهيدي لبطوله العالم المقامه حاليا في السويد وبولندا. كان ماتش قوي، كان اداء مميز. الشوط الاول بالمناسبه انتهى بتقدم مصر بنتيجه 19-7،
وبعدها وصل الفراعنه تقدمهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراه لصالحهم. بكده بيكون انهى المنتخب مشواره في الدور التمهيدي وهو متصدر جدول ترتيب المجموعه السابعه برصيد 6 نقاط، بينما احتل المنتخب الامريكي المركز الثالث برصيد 2. مبروك لمنتخبنا العلامه الكامله لحد دلوقتي من الفوز على كرواتيا والمغرب وامريكا. برضه من المقرر ان يتواجد منتخب اليد في المجموعه الرابعه في الدور الرئيسي، واللي بياتي طبعا على راسها المنتخب الدنماركي بطل النسخه الماضيه من بطوله العالم، واحد من اقوى المنتخبات على الاطلاق في كره اليد. بس احنا ان شاء الله يا نهاوند قدها وقدود باذن الله. انا شايف ان الاداء لحد دلوقتي رائع مقارنه ب 2021. ما انت دايما اقيس بناء على اخر بطوله. اخر بطوله منتخب مصر كان طبعا كان متالق لادوار كتيره جدا، لكن برضه انا بشوف ان فكره الفوز والنتيجه فيها فارق يا كريم، ده يدل على تحسن الاداء بشكل كبير. ففعلا في تالق من قبل اللعيبه المصريه، خصوصا لو هنتكلم هنا بالاسم بقى. عندك محمد علي اللي حصل على جائزه احسن لاعب في المباراه وتصدى لتصويبات كانت كتيره جدا بجد ومرعبه في نفس الوقت. تالق كمان سيف الدرع اللاعب بتاعنا كريم هنداوي، ومش عايزين ننسى كمان ان احنا نشيد باداء هدافين منتخب مصر لحد هذه اللحظه. عندك يحيى الدرع، عندك حسن وليد، يعني كل واحد منهم سجل تقريبا 12 هدف ده خلال الماتشات الثلاثه ده بلغه الارقام. وعندك برضو احمد هشام تقريبا 10 اهداف لحد دلوقتي لو انا مش غلطانه. فكل الامنيات الطيبه للمنتخب المصري الرجاله بجد في ان هم يتخطوا المرحله اللي جايه ويتاهلوا كمان لدور الثمانيه ان شاء الله، نخوض الادوار النهائيه كمان ونتالق، هو ده الاهم في كل شيء. خلونا كمان نساند منتخبنا اللي ده امر مهم جدا في المباريات اللي جايه. وعلى فكره عندك يوم 19 يناير هتبقى مع بلجيكا، وبلجيكا صعبه، منتخب تقيل قوي، هيكون الساعة 4 تقريبا ونص مساء. ويوم السبت هيكون في 21 يناير برضو مصر يعني هتلعب ومع البحرين، وهيكون الساعة 7 مساء. وعندك برضو ماتش مهم يوم 22 يناير هيكون مع الدنمارك. فالدنمارك طبعا في تصعيد تصعيد وكلها منتخبات أتقل من بعض وأقوى من بعض. أتمنى إن احنا نتخطى الأدوار دي بإذن الله بفوز. هيحصل إن شاء الله. أنا متفائلة تاني هنرجع نقول عن 21، رغم إن أنت تاني هنرجع نقول البطولة دي بتفتقد العديد من العناصر الهامة جدا في المنتخب، وقلنا عنهم قبل كده. عندك يحيى خالد، عندك أحمد الأحمر، وعندك الطيار. ففي ثلاث أسماء وإن كانوا مش عدد كبير، بس ثلاث أسماء قوية وكانت مؤثرة جدا وكانت مهمة جدا في المنتخب. لكن مش هنحس برضو، مش عايز اقول الاهلي بمن حضر لان ده منتخب مصر، بس هقول منتخب مصر بمن حضر. أيوة. تنطبق عليه هذه برضو المقوله بصراحه، ان انت عندك سكواد اكثر من رائع، حتى ان كان في وجوه جديده او ناشئين او اعمار لسه صغيره يمكن ما عندهاش الخبره القويه، لكن بتقدر ان هي تنتهز الفرصه لما بتجيلها وان هي تثبت نفسها، وده شفناه في ماتشات كتيره. فيت التغيير الاعدادي اللي كان اكثر من جيد قبل يعني البطوله. فانا متفائله وعايزين ان احنا كمان ندعم منتخبنا. وعايز اقول لك الردود بتاعه الافعال الكتيره الايجابيه للمنتخب، اعتقد ده برده يعتبر دافع حلو جدا معنوي. الناس متابعه يا كريم، يعني دي برده فيها اختلاف شويه في الثقافه كره او كره اليد عامه، مش كل الناس كانت بتتابعها، لكن مع المنتخب بتاعنا كان كمان 2021 لما كانت البطوله في مصر الناس ابتدت تلفت نظرها شويه لهذه الرياضه يعني. وده لمسناه اكتر من مره لما استضفنا في حلقات سابقه اكتر من مره استضفنا لاعبين لكره اليد، واستضفنا كمان ناس من الجهاز الفني. يعني فعلا هم كمان وصل لهم ان الرياضه دي ابتدت تنتشر، فبالتالي ماتشاتهم بتتشاف، نجاحاتهم اللي سابقه خلت ناس كتير قوي تركز معاهم في اللي جاي، فهم كمان تالقوا عشان هم على قدر المسؤوليه. بنتمنى لهم اكيد المزيد من النجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه. تعالوا بقى نروح لقرعه بطوله العالم للشباب مواليد 2002 لكره اليد. منتخبنا الوطني هيتواجد ضمن منتخبات المجموعه الثامنه مع اليونان وكوبا والسعوديه، ودي نقدر نقول ان هي مجموعه الى حد كبير متوازنه. بطولة العالم للشباب هتقام بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2023، وبرضه بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب شباب اليد بتاعنا. عايزين نروح للسلاح، لان احنا طبعا المنافسات دي احنا بقالنا وهذه البطوله بقالنا فتره بنتكلم عنها. امبارح تحديدا كانت منافسات بقى الفردي بالبطوله العربيه للسلاح، والتالق اللي احنا في هذه الرياضه بقينا بنوصل له او بقينا بنشهده بمعنى اصح. احنا ما كناش بنسمع ده في فترات برضو سابقه، فاحنا بنتكلم دلوقتي في رياضه السلاح. انت عندك تقدم الى حد كبير. هي طبعا البطوله دي موجوده في البحرين في المنامه تحديدا في العاصمه البحرينيه، يعني ده هتكون من 16 ليوم 19 يناير، ايام قليله لكن
لكن بطولة كبيرة زي ما بتقال. النهاردة عندنا كمان منافسات الفرق وشهدت البطولة حقيقي، وده مش كلامي حضراتكم، أنا بتكلم بأرقام. كان في تألق واكتساح مصري أكثر من ملحوظ في الفردي، نجح فيه أبطال مصر في تحقيق 16 ميدالية يا كريم. ما شاء الله. 16 ميدالية ده رقم على فكرة مش صغير يعني. ده بنتكلم في منافسات فردي سيف المبارزة على صعيد طبعا الرجال. سيدات بقى كمان حققوا 5 ميداليات، وبرده ده أمر أعتقد رائع، في منافسات فردي سلاح السيف وسلاح الشيش للرجال، والسيدات حققوا فيه 11 ميدالية متنوعة. فلازم نقول مبروك للاعبتنا، وإن شاء الله نحصد مزيد من الميداليات كمان والمراكز في المنافسات سواء على المستوى الفردي يعني أو الجماعي. فحاجة أعتقد رائعة جدا. نروح بقى دي لاعبة يعني برضو إحدى اللاعبات اللي مشرفانا، حصلت لاعبة بسمة رمضان على 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال تحت سن 17 سنة في منافسات وزن 45 كيلو جرام. الجدير بذكر حضرات أن البطولة دي مقامة في سوريا خلال الفترة من 15 وحتى 21 يناير، وبيشارك منتخب مصر في منافسات الكبار والشباب تحت 17 وكمان تحت سن 20 سنة. بالمناسبة للي من حضراتكم مش عارف، بسمة هي بنت مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، موهبة واعدة جدا رغم صغر سنها. وبالمناسبة برضو عايزين نعرفكم أن منتخبنا بيشارك في البطولة دي ضمن الإعداد لبطولة العالم في ألبانيا اللي هتقام في شهر مارس المقبل بإذن الله. طبعا برضو فكرة إقامة البطولة في سوريا ده لها دلائل طبعا طبعا كثيرة. بعد العراق يا سلام طبعا. يعني إحنا مش هنتطرق للشق السياسي لان ده ليس برنامج يعني سياسي، لكن لازم، لان كل حاجه مرتبطه ببعض، الرياضه مرتبطه بالسياسه مرتبطه بالاقتصاد، كله مرتبط ببعض. امبارح اتكلمنا عن خليجي يعني 25 واتكلمنا قد ايه احنا سعداء بعوده هذه البطوله بعد انقطاع 44 عام، وفكره هنا الطمأنينه اللي بتبثها هذه الرياضه، فكره ان انت بتستضيفها في العراق او العراق هي اللي بتستضيف هذه البطوله بعد كل الصراعات اللي العراق تعرض ليها، فده إن دل على شيء فيدل على استقرار إلى حد ما، يدل على أمان. رسائل بتتبعت للعالم أنا خلاص دولة دلوقتي مستقرة بعد كل الصراعات اللي أنا مريت بيها، فدي حاجة كويسة. الرياضة هي اللي حققت هذا أو هذه المعادلة. نيجي نتكلم عن سوريا، سوريا برضو ما أعتقدش أن هي يعني قابلت صراعات أقل من العراق أبدا، بالعكس كان عندهم توترات لفترات طويلة وسنوات طويلة. تاني هنرجع نقول فكرة استضافة بطولة عندها على أرضها برضو إن دل على شيء، فده بيدي رسائل كتيرة جدا، منها رسائل ان احنا بنعود مره تانية، الامان موجود وهكذا. فاعتقد ده شيء عظيم تقدمه الرياضه طبعاً. عالميا انا بتكلم. لا وسوريا والعراق بصفه خاصه خدوا قلوب العالم العربي لسنوات طويله نظرا لدمويه الاحداث اللي كانت بتحصل فيهم. ففعلا لما نوصل لمرحله ان في امن وامان يسمح لان كل دوله منهم على حده تنظم او تستضيف صحيح. فعاليات بطوله رياضيه كبرى حاجة حلوة، حاجة جميلة جدا. خلي بالك معظم الشعوب بتحب بعضها، بس راح اتكلم عن سوريا تحديدا بما ان انا نص سوري يعني، وده ليس تحيزا والله، بس لو انت تروح سوريا ويسمعوا لهجتك والله العظيم ادخل مكان مش هتدفع فيه ولا حاجة ولا هتدفع فيه حاجة. انت مصري اقعد كل براحتك واشتري براحتك، ده بيحصل، ده في سوريا انا بقول لحضراتكم ده بيحصل، بيحبوا المصريين جدا. احنا كنا بلد واحدة، احنا كنا شعب واحد زمان يعني، كنا وحدة طبعا. فيعني يا رب مزيد من الامان. انا خدت التجربة دي قبل كده لمدة مثلا قولي شهر ونص شهرين متقطعين، كنت بروح وباجي، كان وقتها عندي تصوير هناك، لمست كل اللي انت بتقوليه بنسبة 100%. مليون في المية. بصي حاجة عظيمة وناس صحيح. عظيمة وشعب عظيم على فكرة. وانت ماشية في شوارع الشام انا جالي احساس ان انت ماشية مثلا في شوارع وسط البلد تحديدا أيوة في القاهرة صح. او اسكندرية في الستينات صح. من القرن. حاجة هدوء اعصاب. عارفة في اماكن معينة نعوان لما تدخليها كده يعني عشان اقرب لك وجهه النظر، كان حد شد الفيشه بتاعتك فايقاعك بينزل للنص وتحسي بسلام صح. غير طبيعي صح. ده متحقق بحذافيره في سوريا. فيا رب كل الخير ليهم يا رب. دايما شعوب واحده وامه واحده باذن الله. خلينا نتكلم عن بقى انطلاق النهارده منافسات بطوله الابطال للسكواش في نيويورك اللي هتستمر لحد 26 يناير كاول بطوله يعني هنا يعني زي بتقالي اعلان بفئه البلاتينم في عام 2023. قيمه الجوائز هتكون رائعه جدا، بتكلم في 180 ألف دولار للرجال مثلها طبعا للسيدات. على فكرة ده برضو من جوائز السكواش تعتبر رائعة جدا. هيشارك في البطولة من مصر عندك 31 لاعب ولاعبة، وإحنا متوقعين إن شاء الله إحنا نسيطر على هذه البطولة. ده هيكون في منافسات الرجال عندك 14 لاعب، وفي منافسات السيدات 17 لاعبة، وهيشارك فيها طبعا طبعا نجمنا الكبير مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في البطولة. وزي ما قلنا كده لحضراتكم هو أصغر لاعب مصري بيتصدر التصنيف العالمي للسكواش.
ينفعش. فحاجه بجد تشرف وحاجه خدتنا كده لزمان ايام احمد براده. فاكر زمان واحنا صغيرين كنا نسمع عن احمد براده وهو اللي ابتدى يخلينا نركز اصلا في السكواش وخلانا كلنا كمصريين نحب السكواش وخلى اهالي كتير نفسهم ولادهم يوصلوا للعالميه اللي كان وصل لها احمد براده. فبرده كان نجم كبير لا يمكن ان احنا ننسى نجومنا. وبرده رانيا علواني كانت في السباحه في كده نماذج او رموز مصريه هي اللي ابتدت تحبب على فكره اجيال كتيره في الرياضات دي بالتالق اللي هم وصلوا له. على فكره على ذكر مصطفى عسل يعني بعد ما فاز بالبطوله مؤخرا نزل صوره على صفحته الشخصيه خلال وسائل التواصل الاجتماعي بتجمعه كابتن محمود الخطيب وكتب عليها كده على العهد يا كابتن محمود. فهو فعلا على العهد وكل الناس اللي بتنتمي لهذا الكيان كلهم على العهد. عمرنا ما شفنا حد فيهم مش على العهد الحقيقه. فيعني يا رب ان شاء الله المزيد من النجاحات. تعالوا بالنسبه بقى للتفاصيل المتعلقه بحاله الطقس بشكل عام الويك اند اللي جاي ان شاء الله احنا معانا على التليفون ومنورانا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. صباح الفل استاذ كريم، صباح الفل على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. يا ترى ايه الوضع الويك اند اللي جاي كام يوم اللي جايين ان شاء الله؟ نتقل ولا نخفف ولا نتريس ولا نعمل ايه؟ احنا الحمد لله بنشهد تحسن واستقرار في الاحوال الجويه على كافه مناطق الجمهوريه، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره خلال فتره النهار بحوالي من درجتين لثلاث درجات على اغلب المحافظات، العظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم تكون 21 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع هتوصل ما بين 22 و 23 درجه مئويه خلال فتره النهار. ففي مرتفع جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا وايضا كتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه بتعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، واحتفنا بالاجواء المعتدله الدافيه تماما خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن فور غياب اشعه الشمس وطول فتره الليل بيبدا من ساعات المغرب تبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير، خاصه في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، اجواء من بارده الى شديده البروده على اغلب محافظات الجمهوريه، الصغرى فتره الليل على بعض المناطق من القاهره الكبرى بتوصل ل 10 و11 درجه مئويه، بعض المناطق من المدن الجديده شمال الصعيد وسط سيناء بتوصل لاقل من 10 درجات، فاحنا نخلي بالنا من انخفاض درجات الحراره فترات الليل. بالاضافه كمان بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير في فترات الاستقرار في الاحوال الجويه هو تكون الشبوره المائيه اللي قد تكون كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، كثيفه يعني هتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا ناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه ومن انخفاض الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق خاصه في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، الشبوره المائيه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس. طيب. يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا تبدا تدريجيا في التلاشي. الاجواء دي ان شاء الله متوقع تكمل معانا نهايه الاسبوع، كمان ممكن توصل معانا لمنتصف الاسبوع القادم. فاحنا بس مش عاوزين ننخدع بفترات الدفء ونخفف الملابس. احنا هنرتدي ملابس شتويه فتره النهار، فترات الليل المتاخر والصباح الباكر يكون ملابس شتويه ثقيله، وكمان طبعا تبقى القياده بالتقدام على اغلب الطرق. هو كان في تذبذب ملحوظ الاسبوع اللي فات، انا فاكر مره اقول ان هودي اطلعي بالشتوي بناء على مكالمتها مع حضرتك مره ولا لا ارجعي بيه الموضوع هيتاجل، فواضح ان انت هترجعي بيه تاني. لا انا كده كده بشتي من شهر 9 لغايه شهر 4. لا ما مش مهم. طب بالنسبه بقى لكتل الهواء البارده القادمه من اوروبا واللي بنستقبلها بشكل اعتيادي في موسم الشتاء، هنبتدي امتى ندخل في الاجواء دي يا دكتوره منار؟ هو الى الان درجات الحراره ما انخفضتش بالشكل الكبير او الشكل الملحوظ اللي احنا بنلاحظه في فصل الشتاء، يعني يمكن لسه ما سجلناش درجات حراره اقل من 18 درجه مئويه، درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، ممكن مع نهايات لسه قدامنا في شهر واحد نهايات شهر واحد في شهر اثنين كمان يعتبر ذروه فصل الشتاء، وارد جدا يحصل فيه انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، احنا لسه في فصل الشتاء فوارد اي وقت من الاوقات يحصل انخفاضات وكتل هوائيه قادمه مع المرتفع التجليدي بتبقى فيها انخفاض شديد في درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، هي دي فتره مؤقته من الارتفاع في درجات الحراره وهتعود مره اخرى للانخفاض والاجواء الشتويه. ده خبر رائع جدا يعني ممكن نختم بيه دكتور منار، بس عايز اسال حضرتك على حاجه عشان برضو الويك اند هل هيبقى فيه فرص شبوره عشان نطمن الناس؟ دي اخر نقطه. بالفعل الشبوره المائيه يمكن من غدا هتبقى شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى السواحل الشماليه، مدن القناه، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، ففي شبوره مائيه لازم ناخد بالنا، القياده في فترات الليل المتاخر والصباح الباكر تبقى بهدوء وحذر شديد، نشغل كمان كشافات الشبوره الموجوده في السيارات لو احنا هنسافر فتره الصباح الباكر.
رائع جدا، دي معلومات اعتقد مهمه جدا. بشكرك جدا دكتور منار كالعاده، يعني تغطيه يعني اكثر من رائعه. عارف انت انا بحسن لما بسمع ايه؟ ايه؟ الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره ولا موضوع بره الجو؟ بالعكس، انا يعني بحزن لما تقول بمعنى مداخله وتقول فيها هيشهد استقرار في درجات الحراره. الاستقرار، طب ما تخلينا نستقر. لا بالعكس، ما انت لو استقريت مش هيبقى فيه مطر، مش هيبقى فيه حاجات زي يبقى كده. يبقى نستنى المطر ونستقر على وضعه يعني، يا ريت ونثبت على كده. والله يعني بصي كله مقدور عليه الا حر الصيف. ما هو ده بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا نفسي افهم الناس اللي بتحب الصيف بتحبه ليه. حد يبعت لي بقى يقول لي بتحبه ليه. هتلاقي ناس على فكره تقول لك ايه الانطلاق والمصايف والبحور والشواطئ. ما هو احنا المشكله ان احنا ما نعرف، بس احنا بنتشل اربع شهور الصيف، ما انت مش هتعرف تبقى على طول قاعد على البحر. لو قاعد على البحر اوكي انا موافقه، لو هتقعدوني على البحر ثلاث شهور ماشي، بس هي ما بتبقاش كده. هي بتبقى انك بتشتغل وفي الزحمه وجو حر والاكسجين قليل. أيوة تدخل طبعا. اماكن تشتري حاجه الدنيا يعني. ما نروح فاصل. فاصل كده يبقى نروح فاصل. نرجع نكمل. طيب صباح النصر مره كمان، وخلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه كالعاده. ومراسلتنا هتكون مريم سميح موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم بونجور، كالعاده طبعا بنتابع معاكي اخبار النادي الاهلي وكل الكواليس اللي عندك، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا هيكون معانا فيها كل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا بالفرق الرياضيه الاخرى. ولكن يعني خليني اضم صوتي لصوتكم طبعا وبارك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا بمناسبه فوز النادي الاهلي على سموحه في نصف نهائي كاس مصر. طبعا امس يعني شفنا مباراه كبيره جدا بنتيجه 3-1، طبعا يعني سيمفونية كروية الحقيقة قدمها النادي الأهلي بكل العناصر اللي شاركت امبارح، وطبعا ده تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري. الحقيقة ان كل الناس اتكلمت على أداء النادي الأهلي امبارح، وتحديدا يعني كهربا اللي عمل تو اسيست طبعا لأول جولين لطبعا يعني حمدي فتحي وأحمد عبد القادر، ويعني يمكن إحرازه الهدف الثالث أيضا. يمكن كل الناس امبارح أو جماهير النادي الأهلي، الحقيقة ان انا كنت بشاهد يعني كان ليا الحظ ان انا شاهد المباراه هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، الحقيقه ان كل الناس كانت واثقه في كهربا ان هو لما هينزل امبارح هيعمل الحقيقه يعني ماتش كبير جدا. والحقيقه ان هو فعلا قدر ان هو يثبت لكل الناس او لجماهير النادي الاهلي ان هو قد المسؤوليه، والحقيقه ان هو عمل ماتش كبير جدا سواء بالتو اسيست او باحرازه الهدف الثالث. كل الناس كانت يعني واثقه فيه ان هو هيحقق ده، لان هو كان الحقيقه مشتاق يعني للملاعب، والحقيقه ان هو يعني كان عايز يثبت لجماهير النادي الاهلي ان هو قد التيشيرت اللي لابسه طبعا. والحقيقه ان احنا يعني بنبارك لكهربا على ادائه الكبير جدا امبارح، والحقيقه طبعا بنبارك لكل جماهير النادي الاهلي تاهل النادي الاهلي للنهائي طبعا اللي هيلعب امام بيراميدز. ولكن الحقيقه يعني خليني اقول انه طبعا يعني كان تم الاعلان عن تاجيل المباراه النهائيه، لسه لم يتحدد الموعد بعد، لان كان المفترض ليها ان هي هتلعب يوم 3 فبراير المقبل. ولكن طبعا بمناسبه مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لسه لم يحدد الموعد الجديد لها، ولكن الحقيقه انه خلال الساعات القليله المقبله هيتم تحديد الموعد الجديد لهذه المباراه. وطبعا اللي بنتمنى ان النادي الاهلي يعني يحقق فيها كاس مصر ان شاء الله في نسخته القديمه. يمكن بقى كل الاخبار المتعلقه بالفريق اول لكرة القدم من النادي الاهلي، الحقيقه يعني انه هيبدا المران خلال الدقائق القليله المقبله. الحقيقه بدون راحه قرر مستر مارسيل كولر ان هو يستأنف تدريباته طبعا ده استعدادا للجوله المقبله او الجوله تحديدا ال14 من بطوله الدوري، واللي هتقام طبعا امام نادي الزمالك، قمه يعني النادي الاهلي والزمالك. والحقيقه ان هي ديربي من اعظم الدربيات في تاريخ الكره المصريه واللي بينتظره كل جماهير الناديين يعني الحقيقه، وتحديدا جماهير النادي الاهلي، لان احنا طبعا على تاريخ السنوات الماضيه قدرنا ان احنا نحقق كل يعني انتصارات كبيره جدا او الفوز في اغلب هذه الدربيات. فيعني الحقيقه ان هو ديربي كبير جدا وعلى مستوى العالم يمكن هو بيحتل يعني الصداره او يمكن بيحتل في اول خمس مراكز هو على ديربي الاهلي والزمالك. الحقيقه ان يعني المباراه هتلعب يوم السبت المقبل يوم 21 من شهر يناير الجاري، والحقيقه يعني المفروض كان او مفترض ان هو هيكون المباراه هتلعب الساعه 7 مساء
على استاد القاهره، ولكن الحقيقه ان رابطه الانديه اعلنت ان هو هيتم تاجيل المباراه في من موعدها الاصلي من الساعه 7 الى الساعه 8:30 مساء. ده طبعا بسبب يعني مشاركه المنتخب مصر لكره اليد في بطوله العالم في نسختها 28 واللي بتقام طبعا في بولندا والسويد. الحقيقه ان هيكون في مباراه هامه جدا يوم السبت المقبل ده طبعا في الدور الرئيسي بعد تاهل المنتخب المصري لكره اليد طبعا بعد تاهله بعد الدور الاول يعني او الدور التمهيدي للدور الرئيسي. فهيكون في مباراه هامه جدا بتلعب امام البحرين في تمام الساعه 7 مساء. والحقيقه ان يعني بمناسبه ان المنتخب المصري لكره اليد الحقيقه ان هو يعني حاز على مشاهده جماهير كبيره جدا وجماهير عريضه جدا بعد تحقيقه كل يعني الفوز خلال المباريات اللي فاتت او في الدور الاول يعني سواء امام كرواتيا او امام المغرب وايضا امام الولايات المتحده امس. فالحقيقه ان هو يعني حاز على مشاهده المصريين، فعلشان كده قررت رابطه الانديه ان هي تاجل طبعا يعني ديربي الاهلي والزمالك او مباراه القمه في الجوله ال 14 من الدوري من الساعه 7 مساء للساعه 8:30. والحقيقه يعني النهارده الاستعدادات او المران يعني هيبدا بقياده مستر مارسيل كولر. من المتوقع طبعا يكون في محاضره طبعا قبل بدء المران هيتكلم فيها مع جميع اللاعبين في كل الامور الخاصه بمباراه امس امام سموحه، ولكن الحقيقه ان هو كان راضي بشكل كبير جدا. ولكن الحقيقه ان يمكن المحاضره النهارده هيتكلم فيها طبعا مع الصفقات الجديده واللي هو قرر ان هو يشاركهم امبارح يعني الثلاث صفقات الجديده سواء خالد عبد الفتاح محمد الضوي كريستو او مروان عطيه. الحقيقه ان هو قرر ان هو يشاركهم الثلاثه امبارح في مباراه امس. يمكن هو كمان اتكلم في المؤتمر الصحفي ان هم محتاجين ان هم يعني ياخدوا شويه على الفريق خلال الفتره المقبله، فده اكيد هيتكلم فيه في المحاضره النهارده. طبعا يعني زي ما احنا عارفين عقب اي مباراه كبيره بيكون ويكون بعديها المران على طول او ثاني يوم الصبح على طول بيكون في ريكفري لكل يعني اللعيبه الاساسيين اللي شاركوا في المباراه امس، وبيكون في تدريبات مختلفه بدنيه طبعا لبقيه اللاعبين اللي لم يشاركوا في المباراه. وبعد كده يعني هيستمر بقى او هيشارك كل اللي شاركوا سواء اللي شاركوا او ما شاركوش خلال الفتره المقبله طبعا في تقسيمات قويه في المران، وايضا يعني بيكونوا مشاركين في التدريبات البدنيه طبعا اللي بتكون موجوده سواء في المران او كمان بالنسبه للجيم. طبعا كان في يعني عدد من الاصابات خلال الفتره الماضيه، وطبعا شفناهم بيشاركوا مع التدريبات الجماعيه او ان هم انضموا للمران الجماعي خلال الفتره الماضيه سواء طاهر محمد طاهر او بيرسي تاو. من الممكن ان هم يكونوا في قائمه طبعا النادي الاهلي والزمالك، ولكن طبعا فكره مشاركتهم من عدمها ده هيكون متروك طبعا للجهاز الفني. ده طبعا فيما يخص كل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم، واللي بنتمنى ان احنا نشوف طبعا مباراه كبيره جدا قدام الزمالك زي ما احنا شفنا خلال الفترات الماضيه وشفنا كمان امبارح تاهله لنهائي كاس مصر. بنتمنى طبعا لكل جماهير النادي الاهلي ويكون طبعا يضموا تمنياتهم لنا ان احنا طبعا نفوز في المباراه المقبله امام نادي الزمالك. ننتقل بقى دلوقتي لقطاع الناشئين والنادي الاهلي او فريق النادي الاهلي 2001 طبعا قدر ان هو يفوز على نادي الشباب الكويتي بنتيجه 3-1. الحقيقه ان دي كانت مباراه وديه يعني ليست ضمن طبعا منافسات بطوله الجمهوريه، وده كان ضمن المعسكر اللي يعني بيقيمه منتخب او نادي الشباب الكويتي طبعا لمده اسبوعين هنا في مصر. والحقيقه ان يعني المباراه امس طبعا تم اقامتها على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر والحقيقه انه يعني النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بنتيجه 3-1 على نادي الشباب الكويتي. والحقيقه يعني ان كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني ل 2001 شايف ان دي كانت دفعه قويه جدا علشان يعني اهلي 2001 يستأنف الفوز او يعني يكون دفعه ليه خلال المباريات المقبله في بطوله الجمهوريه. ننتقل بقى لبقيه الالعاب الاخرى، والحقيقه ان سيدات سله الاهلي كالعاده يعني قادر ان هو يواصل انتصاراته طبعا بقياده كابتن طارق خيري. الحقيقه يعني ان هم حققوا الفوز امبارح على سموحه بنتيجه 94-78. ده طبعا امس ضمن منافسات الجوله السادسه طبعا من عمر بطوله دوري السوبر. الحقيقه يعني ان كانت مباراه كبيره جدا زي ما احنا اتعودنا عليهم وزي ما احنا شفنا خلال الفترات الماضيه طبعا بعد فوزهم على النادي الزمالك طبعا خلال الاسبوع
الماضي قادر ان هو بنتيجه طبعا كان في فرق 70 بوينت، فهو قادر ان هو يحقق الانتصارات دي خلال الفتره كمان المقبله. والحقيقه كانت المباراه بتلعب خارج يعني ارض النادي الاهلي، كانت على صاله سموحه. الحقيقه ان هو في الجوله المقبله او الجوله السابعه هيقابل نادي سبورتنج. اخيرا بقى يعني والخبر الاخير معانا النهارده، سيدات ياد الاهلي طبعا فاز على النادي الطيران بنتيجه 25-20 امس ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، والحقيقه ان المباراه كانت بتقام هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل. طبعا دي كانت كل الاخبار اللي معانا النهارده متعلقه طبعا بالفريق الاول لكره القدم، وايضا يعني منتخب او يعني قطاع الناشئين، وايضا كل الفرق الرياضيه الاخرى. بشكركم جدا، عوده ليكم مره اخرى. تغطية يعني ما فيهاش أي تساؤل أكتر، أنت قلتي كل المعلومات. بشكرك جدا على هذه التغطية الأكثر من رائعة مريم سميح، شكرا لك. الفترة اللي فاتت الحقيقة ما كانش عندنا مساحة كافية قوي من الوقت، لأن كان عندنا أخبار كتير وكلها الحمد لله أخبار حلوة وإنجازات، بس النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا المساحة الكافية إن احنا نتعرف على الجديد في دنيا التمرينات الرياضية السهلة البسيطة اللي كل واحد فينا يقدر يمارسها بمنتهى السهولة والأريحية سواء في بيته أو في مكتبه، حتى مش مضطر إنه يروح نادي أو جيم. تعالوا نشوف كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي فرع الجزيرة من خلال التقرير ده هيعرفنا على إيه. هنتفرج على التقرير ونطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل الكلام. اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جميع أعضاء النادي الأهلي العظام، صباح الخير لجميع جماهير النادي الأهلي في كل مكان. صباح الانتصارات، سنة سعيدة عليكم يا رب دايما، ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء. النهاردة جايين نتكلم، بما احنا بنتكلم في حمام السباحة نادي الاهلي فرع الجزيرة، جايين نتكلم النهاردة عن فتنس، واخترنا لكم لعبة بما ان احنا في المكان دوت، لعبة الوتر بولو او لعبة السباحة. جايين النهاردة نتكلم عن فتنس، اللعبة دي ممكن ألعبه ازاي سواء في الجيم او اوت دور، ممكن ألعبه ازاي بأقل الإمكانيات ان انا انمي مهارات اللياقة البدنية والفتنس بتاعة اللاعب بتاعة النادي عندنا. فجبنا لكم النهارده شويه تمارين خفيفه عليكم، ممكن اي لاعب سباحه او ووتر بول شايف انه ممكن يجيب الادوات دي يعملها في البيت او ممكن يعملها في الجيم او ممكن يعملها في الملعب الخاص بالنادي. تعالوا نشوف اول تمرين مع بعض النهارده ممكن يبقى عامل ازاي. طبعا هو معظمه شغل اساتك. طبعا اول تمرين استخدمه بتاع ضربات رجلين، لان انتوا عارفين لعبه سباحه يعني او ووتر بول يعني ضربات رجلين قويه، فلازم انمي عضلات الفخذ وعضلات السمانه عن طريق تمارين معينه في الملعب بالاستيك. هنشوفها دلوقتي عشان خاطر اللاعب يؤدي بمهاره كويسه في الملعب، سوري في حمام السباحه، سواء بيلعب ماتش ووتر بولو او بيعوم العومه بتاعته. تعال نشوف اول تمرين مع بعض. طبعا احنا الاستيك بتاعنا دوت هنحطه بين رجلي، اوكي. هحاول ان انا ما لمش على الارض، لا هسند بايدي على الارض كده واعمل ضربات رجلين زي ما انا شغال كده. طبعا دي انا بستخدم الاستيك اكنه مقاومه الميه اللي بتزق الرجلين بتاعتي، يعني انا بدي محاكاه للاعب اكنه في الميه بالظبط بيعمل التمارين بتاعته، على اساس ان هو اول ما ينزل الميه يشتغل يحس ان الشده بتاعت الميه خفيفه جدا، فيقدر يؤدي اصعب مهامه في الميه في اطول وقت وما يتعبش. التمرين ده طبعا بنعمله 3 مجاميع، كل مجموعه لمده دقيقه شغال بنفس الوضع. ده اول تمرين. تاني تمرين معانا هستخدم برضه في الاستيك، واحنا واقفين طبعا احنا زي ما اتكلمنا عن ضربات الرجلين لازم نتكلم عن الكتف بالنسبه للوتر بولو او السباحين سواء بيلعب كرول او بيعوم باك، لازم برضه ينمي عضلات الكتف بتاعته. فممكن نشتغل وان هاند زي ما انا واقف كده، اوكي، اشتغل ضربات رجلين، سوري كتف لورا كده، ده بالنسبه لعومه الباك. بنعمل مثلا الاداء ده 3 مجاميع، كل مجموعه لمده دقيقه شغال كده اللاعب. وانقل الناحيه الثانيه، دي بتقوي لي عضله الكتف وفي نفس الوقت بتقوي الاربطه والاوتار اللي موجوده في المفصل. 3 مجاميع برضو، كل مجموعة لمدة دقيقة زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا ممكن اعكس اهو اكنه بعمل كاتش بالظبط في المية، ده بيشتغل على عضلة الكتف وفي نفس الوقت بيقوي ضربتي في المية بتبقى احسن واسرع. نفس القصة برضو اليمين اهو، باخد المحاكاة، وممكن برضو لو انا عايز احطه في المود نفسه اهو ممكن استخدم الاثنين مع بعض، يبقى انا كده باخد العومه كلها مع بعض.
تمام. التمرين ده مهم جدا للناس اللي بالذات بتعوم غير الوتر بول. الوتر بول طبعا لازم يشتغل على ضربات الرجلين ولازم يشتغل على عضله الكتف والظهر عشان الشوطه بتاعته في الجون تبقى قويه. طيب ثالث تمرين هنستخدم الاستيك. هقف تحتيه كده بمستوى كتفي البسه كده تمام وانزل سكوات. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر. هعمل التمرين دوت اربع مجموعات في 20 زي ما احنا شفنا. ده بيقوي عضله السمانه الفخذين سواء هامسترنج اللي هي الخلفيه او كوادريسيبس سواء الاماميه. طب ممكن ايه التمارين التانيه اللي اعملها بالاستيك بتفيد لاعبين السباحه؟ طبعا منطقه الكور مهمه جدا سواء عضله البطن او عضله القطنيه. عضله البطن زي ما احنا عارفين طبعا طبعا ده بيساعدني. واحد انتوا شايفين الاستيك بيشدني ازاي؟ ده تمرين مساعده للناس اللي ما بتعرفش تلعب بطن. الاستيك بيسدني لقدام. ممكن اعمل بقى اي عدد انا عايز اعمله للاعب زي مثلا عايز اقوي عضلات الظهر بتاعته وعضلات البطن. فهنلعب اربع مجاميع كل مجموعه 40 عده. اللاعب ساعتها هيحس ان التمرين بقى سهل جدا. ليه؟ لان انا حطيت له اداه يساعده ان هو يعمل تكرارات اكتر. طيب تكرارات اكتر يا جماعه يعني قوه تحمل اكتر، وقوه تحمل اكتر هتخلي لاعب السباحه في الميه ينفذ اقصى اداء بدني في اطول فتره ممكنه. وهو ده المدرب بتاع السباحه او ووتر بولو، هو ده اللي هو عايزه في الماتش بتاع الووتر بولو او في العومه بتاعه اللاعب لما بيجي يأديها. طيب التمرين الاخير اللي هناخده تمام انا هلبس الاستيك كده. ممكن نعمله بالعرض عشان تشوفوني كويس. ده بيشغل ايه؟ شغل القطنيه. طب فين المقاومه يا كوتش؟ المقاومه بتاعت الاستيك اهو، انا بقاوم الاستيك وهو اللي بينزلني تاني اهو. يبقى انا كده خليت اللاعب ممكن هو في البيت يشتغل على عضلاته اللي هو هيستخدمها في الماتش او في العومه بتاعته. وده اللي احنا بنستخدمه على فكره في الجيم. يعني لاعبين سواء لاعبين سباحه او جمباز او اي لعبه في النادي، عشان في غلط كبير قوي اولياء الامور بتفتكروا ان جماعه لا الجيم ده اثقال وحديد وما ينفعش. لا يا جماعه، احنا ممكن نودي الطفل بتاعنا من اربع سنين خمس سنين لحد بقى اخر عمر ليه ممكن ينزل الجيم عادي جدا. بس كل فئه عمريه وليها التمارين بتاعتها. الفئه العمريه دي انا بشتغل او اي مدرب في النادي الاهلي بيشتغل اساتيك بادي ويت يعني وزن جسمه، لكن ما بندخلش الاثقال اللي احنا بنسمع عنها، ده ممنوع تماما. ممكن يشتغل على بعض اجهزه اوزان خفيفه عشان يظبط القوام بتاعه. ده اللي احنا كنا الرساله اللي حابين نوصلها لكم اولياء امور. ما تخافش من الجيم مع طفلك خالص، بالعكس ده هو لازم يبدا من المرحله دي عشان خاطر لما يجي يطلع 17 18 سنه تلاقي جسمه كقوام مظبوط، تلاقي نفسه كويس، تلاقي كل الاثار اللي احنا بنقابلها دلوقتي السمنه الكرش مش عارف ايه الكلام ده هتلاقيه مش موجود عنده. فلازم تبدا من النهارده، وانا حبيت اقول لكم ايه اللي احنا بنستخدمه في الجيم عشان خاطر تبقى تطمنوا وتودوا ولادكم الجيم بدون خوف وقلق. كنت مع كابتن محمود فوكس النادي الاهلي، فتره جايه ان شاء الله مع الف سلامه. مرحبا بحضراتكم مرة كمان. وحاليا احنا كنا بنتابع لقطات سريعة جدا من تدريب الفريق الأول طبعا لكرة القدم، وزي ما احنا اتكلمنا كده كان لقاء لا يقبل القسمة، ما أطلقوا عليه كده بصراحة على اثنين بفوز الأهلي عن استحقاق وعن جدارة. حاجة كانت محترمة جدا امبارح طبعا، ثلاثة أهداف أكثر من رائعين ومقابل هدف واحد. عندنا بعض الأمور اللي عايزين نتكلم فيها والكواليس والأبس أند داونز زي ما بيتقال وغيره. عندك كمان مواجهات مهمة جدا منتظراك، عندك مواجهة مع وعندك مواجهه مباراه القمه زي ما اتقال عنها مع الزمالك. هنا في كلام وهنا في كلام، هنا في استعدادات وهنا في استعدادات وكواليس وغيره. كل ده هنناقشه مع ضيفنا العزيز الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. بونجور. بونجور. صباح النصر. انا هقول النهارده بالفوز الجميل امبارح. نتابع الانترو من الاول. انتوا النهارده اشكرك 10 على 10 وفرحانين ومبسوطين طبعا، وده بيتنقل للناس والله. والله احنا شفنا ما اسرنا، فبالتالي فرحنا بموجبه. شفنا العادي والاعتيادي من النادي الاهلي ايا كانت اسماء اللعيبه ايه. شفنا روح كانت غايبه لفترات ورجعت بقوه. شفنا اداء
يعني رائع من كل الفريق. بس احنا عايزين نتكلم مع حضرتك بقى لو تسمح لنا يعني نبتدي بالمستجدات، وكانت من اخر المستجدات ويمكن من احلاها على الاطلاق عوده كهربا. كهربا طبعا تمام. فتعالى نبتدي بكهربا ورؤيتك لمشاركه كهربا امبارح، الاسيستات اللي عملها، الهدف الرايق اللي سجله، الكيمياء المعتاده ما بينه وبين الجماهير، ورد فعل الجماهير لكهربا. يعني خلينا نعرف حقيقة كيف رايت كل هذه اللقطات. الحقيقه زي ما انت قلت فعلا يا كريم، انه ظهور كهربا امبارح بالشكل الرائع ده امتع الناس كلها. طب. سواء اللي في الاستاد او اللي بيتفرجوا عبر الشاشات، تحس انه ده الجزئيه دي كانت ناقصه. أيوه. هجوم الاهلي يعني ناقصه هجمات الاهلي. هجمات الاهلي كنت بتوصل كتير جدا، انما النهايات بتاعتك ما كانتش على المستوى صحيح. خلينا متفقين، اهدار الفرص كان بشكل كبير يعني، وفرص سهله جدا. لا انا امبارح شايف ان كهربا يعني وجوده عمل حاله، على فكره الحاله دي اللي احنا اصلا مفروض متعودينها من هجوم الاهلي. صح. يعني ما هياش مستجدات، هي عوده بس لشكل الهجمات الاهلاويه. اللي هي دايما احنا كنا بنطالب بان ننزل من اول دقيقه واحنا عايزين نجيب جون ونجيب جون. فالحقيقه امبارح هو عمل يعني، انا مش بقول بقى الراجل الحارس مش عايز احمله المسؤوليه، لان تحركات كهربا هي اللي برضه عامله له كهربا. هو قال لك ماتش مكهرب، ناس كتير قالت لك دي كان ماتش مكهرب. حلوه الجمله دي، يعني الجملتين حلوين، ماتش مكهرب وتحركات كهربا عامله له كهربا. تحركات كهربا فعلا بتخلي حارس المرمى مش عارف هي هتروح فين. فعمل وده كان ملحوظ امبارح على فكره. طبعا عمل نوع من الارتباك، اصل في ناس بتقول ان هي اخطاء من حارس المرمى فقط، وده مش حقيقه. لانه يعني في هدف من الاهداف لا الى حد بعيد نقدر نحمل المسؤوليه فيه لحارس المرمى. لا ما هو الخطأين اللي هي عدت من بين رجليه وعبد الهادي. الخطأين طبعا خطأين منه، بس تحرك المهاجم هو اللي أربك. ما انت عندك اصل شوف الهدف بيجي ازاي، تحرك مهاجم وخطا حارس. ايوه ما هو هيجي جوان ازاي، او خطا مدافع. انما انت ازاي توصله لمرحله ان هو يخطئ بهذا الشكل. يعني فيها ارتباك طبعا، فيها رعب، فيها خوف طبعا. فطبعا المهم انه تحركات امبارح كانت كويسه جدا. حسين الشحات كمان كان كويس جدا. عمل دويتو حلو. الجون الثالث من وجهه نظري تحرك كهربا هو اللي فتح المجال لحسين الشحات ان هو يديله كوره. ممكن حسين الشحات يا اما يعني لو ما كانش كهربا اتحرك بهذا الشكل ممكن جدا يا اما هو يحاول يجيب منها جون تيجي او ما تجيش. لا هو فتح له زاويه رؤيه. يعني لما تشوفي الهدف اكتر من مره هتلاقي كهربا كان ورا حسين الشحات، هو اللي اتحرك للناحيه اليمين ففتح الطريق تماما اهو. يعني هنشوفها هو هنا. بص هنا اهو كهربا رايح فين بقى. هنا او هنا مش عارف. هنا او هنا، شوفي كهربا رايح فين. ما انت مش هتلاقي هنا حاجه غير هنا. لا لما هي واحد والله. لا عشان بس الصوره اكبر. الصوره اقرب يعني. لا يعني التحرك هنا ايه، كهربا مباشره ورا حسين الشحات. صحيح صحيح. لولا ان هو التحرك، ما دايما بنقول تحرك من غير كوره بيعمل حاجات كويسه. طبعا طبعا. التحرك من غير كوره لانه بيفتح زاويه. بتبقى قاري، بتبقى قاري للي جاي. انت قاري وبعدين بتشجع زميلك ان هو يمررها لك هنا. طبعا. طب ما ممكن جدا لو هو ما اتحركش كده حسين الشحات يعني هيبقى معتمد على نفسه. اهي اهي الزاويه قفلت. هو فتح زاويه جديده. طب. فالحقيقه انه يعني دايما بنقول ان الاداء بشكل عام احنا كنا راضيين عنه. على مستوى حراسه المرمى. محمد الشناوي. طب. على مستوى المدافعين، على مستوى خط الوسط كان عندك المشكله في اللمسه الاخيره. ايوه. واعتقد ان هي دي اللي شغال عليها مستر كولر في الفتره اللي فاتت، ووجود كهربا بحالته اللي احنا شفناها امبارح لا فرقت كتير طبعا. انا ده اللي عايزه اعرفه من حضرتك اكتر. فضل. يعني فكره هنا عوده كهربا بعد برضو مش هقول انقطاع بس هو غاب فتره مش قليله فترة كتير. والناس كان عندها
تخوف البعض، كان عنده تخوف فكره لاعب عامه مش كهربا بس اي لاعب بيغيب عن الملاعب فتره، فكره هنا هل هيعود بنفس المستوى الفني ولا لا، فكره هنا كمان ان انت لما ترجع هتبقى نفسيا مستعد ولا لا، وغيره وغيره، والكيمستري وغيره، هتاخد وقت قد ايه، والجماهير هتستقبلك ازاي، وانت هتعمل ايه، والضغط اللي هيبقى عليك علشان تقدم افضل ما عندك، كل ده كان في الاعتبار. بس كهربا جه ورد على الارض زي ما بيتقال، اللاعب الكويس كده ده ازاي ممكن تفسره، او ده برضو يتفسر بايه؟ يتفسر بانه هو كهربا جاهز، وهو بيجهز نفسه، وتم اعداده بشكل كويس. ودايما احنا بنقول يعني اللاعب الجيد او اللاعب المتميز اللي هو وقت ما بتحتاجيه بتلاقيه طبعا. يعني مش محتاج وقت طويل يعني ده لو انت هتقيسي عليه المقاييس الطبيعيه واحد ما بيلعبش بقاله قد كده ياخد معاكي شهرين ثلاثة، ومش مجرد ما بيلعبش بقاله ثلاث اربع ماتشات، صح اللي بال حضرتك، هو مش مجرد ما بيلعبش او منقطع عن اللعب، لا ده عنده مشاكل، لا وكان بالظبط كده اللي عايز اقوله، يعني لك يعني في ضغوطات نفسيه كبيره هو كمان. بقى دي نواحي اراديه عند اللاعب، واخد بالك، ظهرت جدا جدا من خلال اللي احنا شفناه على اداء كهربا ان هو كانه بيلعب ما بعدش عن الملعب خالص، فدي حاجه كويسه جدا ترجع له، هو ترجع للجهاز اللي بيعد وبيجهزه، ترجع لكل العناصر المنظومه اللي هي مجهزاه ان هو وقت ما بس هتنزله كده هيجري. انا مش عايزه اقارن عشان ما حدش يجي يقول لك انت بتقارن بين مين، عشان التعليقات اللذيذه دي مين ومين هقول لك مش عايزه اقارن، انا بدي امثله في لعيبه عالميه لعيبه عالميه لما بتسيب نادي وتروح نادي تاني بيبقى المستوى مش الافضل 7-8-9 ماتشات طبعا. بيبقى النجم ده، ومش هقول اسماء يعني، النجم ده لما بينتقل لنادي اخر بيجي مش شايفينه موجود لغايه لما بيبدا بعدها كم ماتش يبدا ان هو يبقى موجود، فهي دي النقطه. شوف مش غاب عن الملعب، هو انتقل من نادي لنادي، فده معلش في فارق حلو، انا يعني شايفه ان دي خطوه حلوه. لما بتتعاقدي مع اي لاعب، يعني احنا شفنا امبارح الصفقات الجديده طبعا. النتيجه الحلوه قوي في الشوط الاول ادت الشجاعه لكولر ان هو يبتدي يدفع بالناس الجداد طبعا. لو لاحظنا على كريستو مثلا لما نزل بيحاول يثبت وجوده، اللي عايز اقوله ايه، ان ممكن الصفقه الجديده او العائده بتاخد وقت شويه طبعا. في ان هو زي ما بنقول ايه يتاقلم برضو يتاقلم يبقى يدخل في الفورمه بتاعت الفريق بالظبط، ان هو يخش في نسيج الفريق. ايوه اللي حصل ان كهربا ما شاء الله عليه يعني ربنا يحميه عمل ده امبارح، وده بيدي برضو دروس للناس كلها انه اللاعب لما بيكون مستعد ومجهز نفسه بيبقى هو على طول بينزل يشتغل مش محتاج وقت طويل. كويس، رائع جدا. واستجابه الجمهور بقى معاه لا انا عجبني الكيمستري والاستقبال وغيره كان حلو جدا. هايل هايل. في برضو امبارح بعض التغييرات، انا عجبني قوي الجون ده، رايق رايق. لا لا ده يعني مزاج يعني، قال لك جون رايق حلو. جون رايق. بص لا بص تابعيه كده كده، بص هقول لك على حاجه، ما تحسش ان في توتر، اللعيب في بعض الاجوال بتيجي في توتر، في بعض الاجوال بتضيع عليك عشان التوتر اللي بيبقى، اللي احنا بنقوله تسرع كمان، اللي احنا بنقوله بقى نفسنا ان حتى اللعيبه اللي موجوده اللي هم محمد شريف مثلا محتاج ان هو يلعب بالمزاج ده بالظبط. يعني انا شايف ان محمد شريف لا ينقصه ان هو هداف، لا ينقصه حاسه التهديف، هو كل الفكره انه انا بلاحظ احيانا ان لاعبتنا بيبقوا قلقانين قبل ما يشوط، يعني قبل ما يلعب، طب ما تلعب، جت ما جاتش ما جاتش، صح يعني في لعبه في الماتش اللي فات اللي هي بتاعت قفشه وكان مين معاه برضو، الاثنين ترددوا، كان حسين الشحات، حسين الشحات وحسين لعبها في الاخر. بس انا عايز اقول ايه، ان قفشه كان ممكن يسجل وحسين كان ممكن يسجل. انت شوط، يعني احنا شفناها في الشوط الثاني امبارح في تعليمات بانك تشوط على على المرمى، شوط ما تخافش، يعني انت هتخسر ايه اكتر من ان الكره تضيع، صح صح صح، لكن حرر، يعني زي ما بنقول بيسموها ايه، حرر مخاوفك دي، العب بمنتهى الجرأه،
جات ما جاتش ما جاتش، عندك فرص تانية. لما يكون عندك فريق زي النادي الاهلي، نعم، في طبعا كل السكواد كلهم يعني عظمه على عظمه الحقيقه. تمام. مش يعني انا بس هكلم عن اسماء معينه عشان استشهد بيهم. ماشي. في تفصيله معينه، مش معنى كده ان هم احرف من غيرهم. أوه. بس لما يكون عندك لعيبه مهاريه قوي. أوه. يعني حد زي عبد القادر، حد زي قفشه، حد زي كهربا شخصيا. أوه. ويا سلام لما بيكونوا نازلين وفايقين، بيعملوا فرق كبير. طبعاً. يعني وبرضه بيساهموا بشكل كبير قوي في امتاع المشاهد. الكوره بتاعت عارف المصطلح اللي هو كره الحواري بتاعت زمان. ايوه. ما بقناش نشوف لها ملامح كتير. ما انت عندك كذا لاعب زي ما حضرتك قلت عندهم الميزات دي. وانت قلت حسين الشحات، قلت طبعاً. احمد عبد القادر، طبعاً. دول كلهم عندهم الحته دي، الطابع ده، طبعاً. اللي هو اللعب الحلو ده. بس هي المشكله زي ما بقول لك انه ممكن يا اما يطمع شويه ان هو يرقص تاني. يعني هو بيرقص. أيوه. وخلاص والناس بسطت. طبعا. اللمسه الاخيره امتى؟ اللي هو انت ما تاجلهاش تاني. يعني انت ممكن تاجلها وممكن تتسرع فيها وممكن زي ما حضرتك قلت تطولها. فهي اللي هو التايمنج بقى او التوقيت بتاع الفينشنج ده. بالزبط. او بتاع اللمسه الاخيره. ده مهم جدا على فكره. طبعا. صحيح. يعني حتى وده اللي بينتج عنه اهداف. يعني احنا بنبقى قاعدين بنتفرج احمد عبد القادر بيرقص وبيعمل زي الفل. ما شاء الله يعني. أيوه. وهو من افضل اللعيبه اللي بتلعب واحد لواحد. ايوه طبعا. يعني هو طبعا. بيخش على المدافع. أيوه. مش قلقان خالص. وبيحاول وبيرقصه وبيكمل. هو عاوز يرقصه تاني. وتالت ودي طبيعه اللعيبه المهاريه على فكره. لا هو عاوز ايه يا كريم؟ يمرمطه. لا طب يعني بالراحه، يعني انت رقص ترقصتين اللي هو مش كده يا اخي. ايوه يعني بالراحه. هو التايمنج زي ما حضرتك بتقول اهم حاجه. التايمنج زي لازم اللاعب يحسبها. صح. طبعاً. طبعا اللي مهاري قوي في ده وبجد دكتوراه ميسي. ميسي الطبع ده. ميسي. أيوة. يعني دايما كده. صح ده صحيح. ما هو انت بتوظف ربنا مديك موهبه. انت امتى تتصرف في الكوره؟ يعني امتى تحتفظ بالكوره؟ أيوة. امتى ترقص؟ صح. امتى تمشي بيها؟ امتى تاخد قرار بانك تسجل الكوره بقى خلاص؟ بالظبط. وهو اللاعب المتميز كده. يعني ميسي امتعنا في كاس العالم. أيوة. وطبعا قبل كده، لكن يعني انا ركزنا عليه قوي في كاس العالم الاخيره، لان الارجنتين كانت عندها مشكله مع البدايه. لما اتهزمت من السعوديه. طبعا. فعايزين نشوف بقى الفريق ده هيتطور ازاي، والراجل القائد بتاعه ده هيوصله لفين. صح. فالراجل نجح في كده. صح. بالفعل يعني. في كل المباريات احرز اهداف. على فكره ميسي في كل مباريات استدامه في التهديف. صحيح. على طول. طبعا. ليه؟ لان هو بقى ايه، ليس بالمهاره وحدها تكسب المباريات. انت محتاج في لحظه تايمنج انك تاخد قرار. ده مهم جدا. انك ازاي بتستلم الكره كويس، بتراوغ، بتمرر، بتشتغل بيها ازاي، او بتسدد في الجون على طول. حلو. طيب امبارح كان في برضو يعني تغييرات اعتقد ان هي كانت جيده جدا، بس نعم. بعد التغييرات دي برضو فنيا انت شايف كانت التوقيت سليم وفي نفس الوقت الاداء لما نزل فرق ولا لا؟ طبعا نتكلم عن مروان عطيه وكريستو. شايف التغييرات دي ازاي؟ انا شايف ان اهم حاجه نتيجة المباراة ساعدت كولر ان هو يعني يبدأ بقى يشتغل ويجرب اللعيبة. يعني انا سامع امبارح تقريبا الكابتن فتحي مصير مع كابتن اسلام الشاطر. قال حاجة مهمة قوي، انه التغيير يعني الناس كلها مشغولة بتحتفل وهو كولر بيفكر في الماتش اللي بعده. مع بداية يعني خلاص هو. أيوة. اطمن على نتيجة المباراة، فابتدى هو يفكر بقى يجرب. مفيش احلى من كده فرصه. أيوة. صح. ان هو يجرب اللعيبه اللي هو جايبها. صحيح. جديده. صح. بدليل ان هو اشركهم كلهم امبارح. عاوز يطمن على خالد عبد الفتاح، عايز يطمن على كريستو، عايز يطمن على مروان. على مروان. فدي ميزه كويسه جدا. طب. والهدف من هذه التغييرات من وجهه نظري انه مش ان هو يجيب اهداف. خلاص هو النتيجه بالنسبه له رائعه. لو جه على مستواهم يعني كهربا ضيع هدف رائع. فرصه قبل ما يعني يتغير على طول. فرصه انفراد، وكان هتبقى هدف جميل برضو منه هو والجون يعني. صح. لكن الهدف من التغييرات امبارح هو اشراك الاطمئنان على كل اللعيبه، وانت داخله على مرحله
عندك ماتش الزمالك، عندك كاس عالم، عندك كذا، عندك كذا، يعني في كذا حاجه مهمه جدا. طب ما بالمناسبه في ضوء بقى اللي حضرتك شفته امبارح وقبل كده كمان بس تعالى يعني انطلاقا من ماتش امبارح تحديدا، الى اي درجه حضرتك اطمنت على اللي جاي على الاقل على مستوى الماتشين بتوع بيراميدز والزمالك؟ لا الى درجه كبيره جدا، وعارف احيانا تفضل مستني حاجه تطمنك طبعا فتره طبعا، بس اول ما بتحصل بتقول ايه، طب ما هو مش صعبه قوي اهي يعني، فاهم قصدي؟ يعني لاعب واحد في حالته وفي الحماس ده وفي الروح المعنويه العاليه دي وروح الفانيلا زي ما بنقول موجوده عنده، قدر يعمل لك يعني. انا بعتبر يعني مش عايز ازود قوي على كهربا عشان بقيه الفريق كان كويس، لكن انا عايز اقول انه هو عمل زي عارف الدينامو شحن حتى زمايله يعني، حتى الجناحين اللي معاه اشتغلوا كويس. ليه؟ خلاص انت بتلاقي انه انت بتلعب لي كوره فانا بتصرف فيها كويس، بجيب منها جون، اديها لك تاني تجيب منها انت جون. يعني عايز اقول ايه، حصل زي ما بيقولوا ايه، حصل كونتاكت. ايوه 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 لا النهارده حضرتك جاي بقى ورايق جدا يا استاذ جمال والله. لا جاي يعني مش كده. لا ما هي اصل هي فعلا هو حصل كونتاكت كويس، ما هو كونتاكت يعني ما هو مش بس كهرباء. ايوه كونتاكت في العلاقه بين خط الهجوم مثلا. دي اللي كنت بتحكي عنها دلوقتي. ايوه دي جون اهي، بصي يعني هو لو مشي بيها كان ممكن جدا تبقى هدف. هي غريبه جدا الصراحه يا اخويا، كانوا بيديها لا بصي هو جري، بصي هو عمل الصعب كله، خلي بالك طبعا هو اهو شوف سبق او بقد ايه وخلاص اهو، معلش بص يعني كان ممكن جدا ان هو يعني الترقيصه تمشي، ودي كانت ممكن تيجي برضو. يعني عايز اقول ان هي النشاط ده مش هنقول بقى كونتاكت ولا حاجه، بس هي اتلعبت حلوه قوي. لا هي اتلعبت هو لعبها كويس جدا صراحة. طبعا وده اللي احنا بنقوله بقى انه ايه، اعمل اللي عليك وممكن تبقى موفق او لا. صح يعني صح يعني وارد جدا صح. عشان كده انا بقول ايه، انت شوت دي بتفك على فكره، او شايف المجهود اللي عمله مجهود كبير يعني وخلاص وبيرقص هو الالف يعني 90 درجه ما اعتقدش كانت محتاجه. هو طبعا الحارس بس برضو الحارس صدها اكيد طبعاً بشكل طبعاً جيد لا جدا طبعاً. طيب لو هروح لماتش القمه، لان نعم. ماتش القمه لازم برضو نتكلم فيه. ماتش القمه ما ينفعش حد يجي يقول لك توقعاتك ايه، لان كل ماتش قمه ملوش توقعات طبعاً. بس هو بيبقى في ترقب، خلينا نقول بيبقى في تركيز قوي. في توقعات عند حضرتك؟ لا عايز احذر. تحذر اوكي ماشي. انا عايز احذر لانه مباراه القمه زي ما حضرتك بتقولي كده، هي مباراه لها قواعد خاصه بالظبط، ولها ظروفها الخاصه. ديربي مستقل بالظبط، وليس معنى ان المنافس بيمر بازمه مش معناه ان انت هتبقى الافضل. صح، عشان كده محتاجه، انت ممكن تبقى الافضل في حاله لو انت استعدت لها كويس، لو انت استعديت للقاء ده كويس وما استهترتش بيه يعني. لا يمكن يبقى فيه لا ما تبقاش داخله بان انت صاحب اليد الاعلى، لا بالعكس خش تعامل مع المباراه على انها مباراه مهمه جدا، وان انت بتلعب مع منافس قوي ممكن يرجع في اي لحظه. صحيح، فبالتالي برضو عايزه من البدايه ضغطه كويسه اللي هي ممكن تخلص المباراه من الاول. وانا سعيد بانه بقى في مفهوم دلوقتي انه انت تلعب من الاول وتجيب اهداف، ما تاجلش لل 90 بلس بتاعتنا. لا يعني بس لا برضو ممتعه، اصل بتبقى ممتعه لكن مرعب يعني حارقه للاعصاب. طبعًا يعني تخيلي اي حد، وبعدين ممكن مش حارقه للاعصاب بس، ده بتدي فرصه للتحكيم احيانا وللفريق المنافس ان هو يا اما يضيع لك وقت. ما احنا شفنا ماتش المصري. لا هو احنا مش يمكن بيدي، هو اكيد بيحصل ده. أيوة. عن تعمد في بعض الاحيان. ماتش يعني المصري كابتن حسام حسن ما غيرش لعيبته كلها الا في الخمس دقايق الاخيره. فهو بيحاول يستهلك طبع الوقت طبع. بس فانت محتاج فعلا الى انك
الاهداف المبكره دي حلوه. انا فكرك ده 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 السوبر صح كده احنا معانا ده مش. لا انا بقول الاهداف المبكره. لا انا بس عشان واحنا بنتابع عارفه اللي بيجي معانا. اتفضل يا كريم. كنت بسال حضرتك على يعني تخيلك كده الماتش ده هيكون عامل ازاي من قبل الاثنين مدراء فنيين بعيدا بقى عن يعني الفكرين هيبقوا ماشيين ازاي؟ هل هيبقى في مثلا تقفيل من قبل الزمالك دفاعيا واعتماد على هجمات مرتده؟ هل الصحوه الاهلاويه اللي حصلت في الفتره الاخيره ممكن ينتج عنها هجوم مبكر وضغط مبكر من اول لحظات الماتش؟ لا ولا أنا شايف السيناريو يمشي ازاي؟ انا شايف انه ممكن الاداء في الفتره الاخيره بالنسبه للزمالك ممكن يخليه يحاول يلعب متحفظ اكتر. والمتحفظ اكتر ده ممكن يتعبك. طبعا. يعني انت يعني لو يعني انا فاكر في مباراتين او حاجه الزمالك كسبهم كان مع كارتيرون تقريبا كسبهم بالتحفظ ده انك بتلعب بتامن دفاعيا قوي وانت بتندافع هجوميا وانت بتندافع هجوميا ما انت لازم تتعامل لازم هيبقى عندك ثغرات فلازم تبقى واخد بالك ان انت تحاول تسد هذه الثغرات الناحيه الدفاعيه مهمه جدا يعني وانت بتهاجم ما تنساش نفسك ما تنساش ان الفريق الاخر ممكن يستغل اندفاعك الهجومي صح يلدغ طبعا فهي مباراه اعتقد انه التركيز يعني لازم يبقى فيه توازن دفاعي وهجومي يعني هاجم ولكن بحذر هاجم بشراسه ولكن بحذر دفاعي عشان ما يستغلش هذا الاندفاع الهجومي بشكل ما ترضاش عنه يعني. طيب انا عايزه بس اروح برضو لكام نقطه كده مش هقول مقلقاني بس يعني الواحد عايز برضو يحاول يتكلم. عادي القلق يعني طبعا لا على فكره هو الواحد عنده ترقب وعنده قلق وعنده ضغوطات يعني الكلام اللي انا بقوله ردا على خلينا نبقى برضو صراحه ان انت لازم تبقى عندك قلق وحذر لازم. بس انا عايزه كمان اتكلم شويه بقى لو هنقدر يعني او نروح للتشكيل بتشوف هل في مجال هنا ان انا يعني ابدا بمثلا صفقات جديده ولا انا لازم اعمل السكواد بتاعي اللي انا واخد عليه القديم طبعا كهربا بلا شك هيكون اعتقد من التشكيله الاساسيه ده يعني اعتقد ان هو متوقع بعد التالق كمان الاخير بس خلينا نتكلم عن التشكيل شويه تشكيل طبعا الدفع بالصفقات الجديده ما اعتقدش ان هو هيبقى من بدايه المباراه تمام لازم هتعتمد على السكواد بتاعك اللي انت اللي هو فيه نوع من التجانس صحيح وهو ده اللي انت معتمد عليهم وانت عايز لعيبه اصحاب خبرات ويقدروا يعني يكون في بينهم تفاهم وانسجام فمش هتبتدي طبعا بالصفقات الجديده اكيد الصفقات الجديده هتبقى اللي هي السبير بقى يعني لما انت النتيجه تبقى مريحك ممكن تبتدي تدفع لاعب تعب لاعب اصيب لا قدر الله تبتدي انت بس انت على الاقل عندك البدائل القويه اللي هي تقدر تكمل لكن في الاساس لازم تعتمدي على القوه الاساسيه بتاعتك نروح بقى لماتش بيراميدز طبعا اللقاء النهائي بين الاهلي وبيراميدز واللي بالمناسبه اكيد حضرتك طبعا عارف ان اتحاد الكوره قرر تاجيله عشان طبعا الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه لكن برضو رؤيتك للماتش ده هيكون عامل ازاي وخصوصا ان بيراميدز فريق فيه نجوم وبيلعبوا كوره حلوه وكالعاده يعني شان وشان كل الانديه اللي بتواجه النادي الاهلي ويمكن هم ازيد شويه عارف الفرق لما تيجي قدام النادي الاهلي فتحجر حتى لو فريق مستواه متواضع على فكره بس تلاقيه بيتعاملق قدام الاهلي ما بالك لما يكون الفريق فيه اصلا اسماء كويسه وفيه كره وعندهم دوافع ان هم يتالقوا قدام الاهلي بطبيعه الحال ووصلوا خلاص للنهائي وكمان وصلوا لمحطه مهمه جدا ان هم قريبين من بطوله طبعا ودي مش بتتكرر قوي القلم وقع اهو معلش اعملي كده هيطلع لوحده توتر في لا خصوصا هم مش هم دايما بيبقوا مثلا لو هنتكلم بيبقوا التالت بيبقوا في التريانجل يعني لكن ما بيبقوش كتير الفرصه عندهم ان هم يتالقوا كتاني او غيره فبرضه بالنسبه لهم دلوقتي بالنسبه للبيراميدز فرصه كبيره جدا بالظبط ان هو يبقى وصل الى المحطة الأخيرة والله ما هو وصل للمحطة الأخيرة مرسي فبالتالي المسألة بالنسبة له هو برضو هيلعبها بطريقة مختلفة هيبقى حريص جدا جدا إن هو
ما يتغلبش في من يعني البداية. ما يتغلبش دي معناها ان هو هيلعب بشكل دفاعي؟ لا لا لا، ما اصل ما يتغلبش دي لا. بيبقى فيها شويه، بيبقى الفريق اللي داخل عايز يعني ما يتغلبش، بيبقى بيدافع اكتر، هيبقى عنده حذر اكتر ان هو اقترب من بطوله، بس هو اقترب من بطوله في مواجهه مع الكبير، مع ابو البطولات. اه مع ابو البطولات، مع ابو البطولات صحيح. الكبير قوي. طب الكبير قوي والله انت رايق النهارده كده. لا والله يا مسيو جمال، انا ما بشوفكش كده كتير على فكره، بيبقى اوقات مسيو جمال بيبقى يعني جاي جد، بس النهارده لا، ما هو عشان برضه امبارح مستمتع باللي شافه. آه، فجاي برضه النهارده امبارح الحقيقه ممتع جدا. وانا قلت لكم اول ملاحظه، انا سمعت الانترو وانا جاي من في البيت يعني قبل ما انزل، قلت اشوف الاجواء ايه، لقيت لا الجو الجو جميل، صح يعني. لا زي رؤيتك للي جاي عموما ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي ومشاركته كمان اكيد في كاس العالم للانديه، واحنا هنا بنتكلم بقى على كواليتي منافسين مختلف تماما طبعا مع كل الاحترام والتقدير، لكن احنا بنتكلم على حتى مدارس كرويه بالزبط مختلفه بالزبط. كلها هتكون متجمعه في فعاليات كاس العالم للانديه. فرص النادي الاهلي واصله لفين في راي حضرتك؟ الاهلي امام يعني امام مرحله مليئه بالبطولات. ايوه يعني مليئه بالبطولات. انت دلوقتي على اعتاب تتويج بكاس مصر، عندك الدوري باذن الله، باذن الله محتاج ان انت تفضل على القمه طبعا، وتوسع الفارق مع المنافسين طبعا، اي فيوتشر الزمالك بيراميدز كله طبعا، دون النظر للاسماء. أيوه. كمان محتاج تكون مستعد لكاس العالم للأندية بشكل كويس، على أساس أن أنت محتاج كمان تحقق على الأقل ما حققته قبل كده طبعا، برونزية طبعا. هو احنا ليه دايما نخش معلش ممكن أقول حاجة طبعًا. يعني أنا ما بحبش ده، بحبش أقول أنا هخش بقى البطولة دي على الأقل حقق اللي أنا حققته. ليه دايما سقف طموحاتنا كده؟ ما هو ليه ما نقولش على الاقل ناخد تاني؟ يعني خليني اسال حضرتك بطريقه تانية، هو احنا ليه سقف طموحاتنا مش كده؟ يعني مش عاليه؟ والله بالمناسبه هعلي الطموحات دي، ارجوك بقى هنعيد السؤال من الاول. بس بقول لك ايه، في حال عدم تحقيق طموحاتي بقى على الاقل نفضل تاني. لا لا، طب رؤيه حضرتك ان شاء الله لفرص النادي الاهلي في المشاركه اللي جايه في كاس العالم باذن الله هناخد الفضيه وهنتعب ريال مدريد. او ده الكلام، او ده الكلام يا استاذ جمال. يا استاذ جمال ده لسه برضه لسه سامع حاجه وزاره الشباب. لا بس طبعا مفهوم قصد حضرتك ان حتى لو ما حققوش ما هو افضل ورست كيس سيناريو يعني، نشر الطاقه الايجابيه. والله بتفرق. وزاره الشباب والرياضه عامله اداره لنشر الطاقه الايجابيه، فانا انطلاقا من هذا المفهوم ونزولا على كلامنا فاحنا بنقول ان شاء الله هناخد كأس العالم للأندية. لو قلت نتمنى ذلك. ايه يعني لو قلت شويه خلاص نتمنى ذلك، ولكن احنا دايما لازم يبقى توقعاتنا عاليه، وان احنا عندنا طبعًا ثقه، ما التوقع ده بيجي من الثقه في الفريق بتاعك، فباذن الله نقدر ان احنا نحقق حاجه عنده افضل بقى عنده من خبرات. البطوله اللي فاتت فريقك عنده خبرات اللعب في كأس العالم للأندية، فبالتالي ان شاء الله يعني يعني الامل نصنع فارق، خلينا الامل نقولها. قائم ان احنا نقدم صوره جيده صحيح جدا للأهلي كالعادة، وفي نفس الوقت كمان أنا مركز أكتر على الدوري. الدوري لا تنسوا الدوري. لا ما حدش ناسي ده، احنا ما فيش رفاهية انك تنسى أصلا يعني. نعم. زي حضرتك زيك زي كل الأهلوية يعني، ناخد بطولات زي ما ناخد، بس نيجي عند الدوري ونفجر. الدوري بيحضر عايزين الدوري طبعا معانا كلنا طبعا صحيح، دايما ليه خصوصية وأهمية كبيرة من قبل الجماهير. مسيو جمال نورتنا والله العظيم، يبقى في فقرات حلوة بجد، احنا واحنا قاعدين بننبسط يعني، فنورتنا. أنا سعيد بوجودي معاكم. ربنا يخليك نورتنا طبعا. أشكرك جدا الأداء الرائع. ربنا يخليك، نشوفك على خير قريب بإذن الله. طيب يا حضرات، احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، خليكم معنا. اهلا بيكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه الاسبوع ده حضرات كان اسبوع حافل جدا بالانجازات على مستوى الالعاب المختلفه، كلنا شايفين تقدم ملحوظ يعني في الفتره الاخيره، شفنا المزيد من النجاحات والانتصارات، منهم طبعا منتخبنا الوطني لكره اليد اللي ابتدى مشواره بفوز كبير على نظيره الكرواتي ثم المغربي، وبالامس كمان الفوز على منتخب امريكا، كذلك البطوله العربيه للسلاح المقامه في البحرين واللي فزنا فيها في يعني فزنا
في كرة اليد من خلالها بميدالية في سيف المبارزة وسلاح السيف وسلاح الشيش ورفع الأثقال. اللي عايز أقوله يعني بس عشان الكلام دخل في بعض، إن كرة اليد بتتحقق فيها إنجازات كبيرة، ومش بس كرة اليد، كل الرياضات اللي ذكرتها لحضراتكم. تعالوا نتكلم ونتعرف على تفاصيل هذه النجاحات المتتالية من خلال ضيفنا العزيز اللي منورنا في فقرتنا النهاردة، الناقد الرياضي الأستاذ شادي نبيل. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك فندم واهلا بجميع الساده المشاهدين. شادي انت منورنا بجد والله، ومتالق يعني ناقد رياضي متالق حقيقي، انا متابعاك ومنورنا في قناه الاهلي. وهنخش بقى على طول، بس انا هسال سؤال عام في الاول لان هنا لازم نقف شويه. احنا مؤخرا بجد بقالنا كام سنه كده بقينا نشوف تالق غير مسبوق، وده هحط تحتها كذا خط، في رياضات كتيره جدا منها الفردي ومنها الجماعي، على عكس بقى وعلى غرار كره القدم. ده راجع لايه يا شادي من وجهه نظرك؟ يعني التالق ده راجع ليه رغم الازمات الماليه اللي عندك، رغم المشاكل الموجوده لبعض الاتحادات المختلفه، بس انت برضو عندك على الفردي والجماعي يروحوا ويمثلونا في محافل دوليه وياخدوا بطولات ورانكينجز رائعه، ده راجع لايه؟ يعني المين فريم التخطيط. تخطيط. التخطيط السليم، وان كل النجاحات او الانجازات اللي بتحصل مش وليده الصدفه. في اتحادات حاطه لونج تيرم بلان شغاله عليها، فبالتالي جه الوقت دلوقتي اللي هي بتحصد النجاحات دي. لو احنا بنتكلم على السلاح، على الخماسي، على الجمباز، طبعا الاسكواش كده او كده احنا سايدين اللعبه حته ثانيه. ده انا بتكلم على الالعاب الفرديه دلوقتي، رفع الاثقال بعد العوده من الايقاف، دي اتحادات شغاله ببلان محطوطه. وهنلاقي دايما النجاحات مرتبطه من الناشئين والشباب، هي دي اللي بتخلي الدرجه الاولى او الرجال والسيدات النجاحات بتتواصل، ما بتبقاش لحظيه. لو بنتكلم على الخماسي احنا بنكسب في كؤوس العالم وبطوله العالم، سواء بقى للناشئين او الناشئات، شباب والرجال والسيدات، كل البطولات اللي بنشارك فيها لازم يبقى فيه ميداليات، كذلك السلاح. يعني عشان ما نطولش في النقطه دي، هو التخطيط السليم، الاتحادات شغاله بكل مجهودها، في طبعا دعم وفي يعني من القاده السياسيه ومن وزير الشباب والرياضه. الاتحاد اللي شغال صح بيحصل نتائج صح، والكل بيدعم. والسبونسرز يا كريم انا عايز اقول لك على حاجه لقيتها امبارح، صحيح دي نقطه بقى عايز اقول لحضراتكم، انا وكريم اتكلمنا فيها وكتير على فكره، مش احنا اصحاب الفكره يعني، بس لما كنا بنقول لبعض الشركات ان انتوا لو عندهم منتجات وغيره لو تستعينوا بابطالنا الرياضيين بدل الممثلين والاعلاميين وغيره، يعني احنا بنحبهم وكل حاجه بس خلاص يعني طلعوا كتير قوي، استعين بقى وغير الثقافه شويه بالرياضيين بتوعك وابطالك. انا شفت امبارح اعلان لواحد من المنتجات العالميه هي بتعمله بسنت حميدة البطلة بتاعتنا، أنا فرحت جدا بجد. فهو ده بقى اللي احنا عايزينه. كنت هي دي النقطة اللي كنت هقول لحضرتك عليها دلوقتي، إن السبونسرز عاملين شغل كويس جدا، بس خلينا متفقين السبونسر مش هيسبونسر أو مش هي إلا لو أنت بطل بالظبط، إلا لو أنت ناجح. هو مش لازم، خلي بال حضرتك هي النقطة اللي أنت لو حاطط 1 2 3 4 وبتعرف توصل لهم النتيجة بتاعتها هي الفكرة، إن أنت تكون ناجح بس، ولا يبقى فيه وعي مجتمعي بالنجاح ده وادراك ليه. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان في ازمنه سابقه كان في ناس بشكل كده يعني باتفاق من عند ربنا بيحققوا نجاحات وهم عايشين في ظل انعدام تام لكل الموارد ولكل اشكال الدعم. دي اللي احنا بنقول عليها وليده الصدفه. انا بكلمك بقى على ايه؟ هل لازم يبقى في يعني السبونسر؟ انا بحاول احط نفسي مكان السبونسر. هل نجاح شخص رياضي او شاب رياضي او شابه رياضيه في رياضه ما حتى لو كان نجاح كبير كافي، ولا يعني كافي بالنسبه لي ان هو يدفعني ان انا استثمر اعلانيا انجاز التعبير في الشخصيه دي، ولا لازم استنى لما يكون في احتفاء مجتمعي بالنجاح ده فبالتالي انا اللي هي صناعه البطل كمان من ناحيه السبونسرشيب؟ طيب نقول اللي فيه سبونسرز بيبص للبطل من صغره. لو هندي مثال هنا جوده، صح هنا جوده ليها سبونسرز ما شاء الله، لو تي التوب بتاع التريننج سوت بتاعها هتلاقي فيه سبونسرز. السبونسرز دي لو بصينا لهم هي عندهم زي ما بنقول مسؤوليات مجتمعيه عامه، هتلاقيهم في ايفنتس ثانيه مش لازم رياضيه، فبالتالي هم بيتارجتوا البوينت دي. في سبونسرز بيشوف البطل كشخص انديفيدوال، وفي سبونسرز بتتارجت اتحاد. يعني احنا لو بنتكلم على الخماسي والسلاح ده بيتارجت اتحاد كامل. ليه؟ لان عارف ان الاتحاد بينفست في اللعيبه، فبالتالي الاتحاد اوفرول
كل ابطاله كل نجومه كل لعيب المنتخب هيحققوا المطلوب. لكن لما نيجي نتكلم على بسنت حميده، بسنت حميده بنتكلم بعد الحوار اللي حصل في طوكيو والاصابه وعدم اللعب والعوده مره اخرى والنجاحات اللي حققتها في 2022 وكان اهمهم الاثنين الذهب في البحر المتوسط، ابتدت السبونسرز او الشركات تبص لبسنت بسنت صح مش اتحاد العاب الكوره. اوكي. فبالتالي هي السبونسرز انا شايف سبونسر الاتحاد بيبقى احسن. ليه؟ لان سبونسر الاتحاد بياخد الفلوس للاتحاد بيبتدي يشوف بقى هيوزعها ازاي، هل يا ترى على فريق الناشئين جزء، على الكبار جزء، على الشابات فبالتالي كل انشطه الاتحاد بتنجح. الطفره الرياضيه دي احنا عايشين فيها سبحان الله من بعد كورونا. يعني ايوه صحيح والله عندك حق فعلا سبحان الله. يعني يمكن مع فريق اليد كمان لو احنا هنتكلم هقول لما نيجي نتكلم فعلا احنا اول بطوله عالم اللي ضمناها في مصر لا 32 فريق كانت مصر لوحديها وقت كورونا والبابل والفقاعه الطبيه صح كده؟ طبعا البطوله دي 32 فريق الدولتين بينظموها. البطوله الجايه في 2025 ثلاث دول هينظموها ثلاث دول يعني بص حضرتك فابتداء بقى من فعلا بطوله العالم للهاندبول يعني كورونا كان وشها حلو علينا رياضيا نقدر نقول سبحان الله سبحان الله شيء عجيب قوي. في بعض الاوقات لما يعني سوري لما بتفضل العجله ماشيه تبقى محتاج ستوب كده بريك يعني ايه تفالويت بقى او صح. تشوف الدنيا ماشيه ازاي. بمناسبه حضرتك من شويه وانت بترد على نهاوند في سؤال من اسئلتها قلت ده طبيعي جدا ونتيجه منطقيه لحسن التخطيط. طيب ما احنا كده جملتك دي خلتني اعمل فلاش باك كده وافتكر الازمنه الغابره اللي بكلمك عليها، معنى كده ان احنا كنا عايشين بشكل عشوائي ما كانش في تخطيط بدليل ما كانش في نجاحات خالص تذكر. نتكلم بصراحه كان ما كانش في تخطيط وما كانش في بلان وكانت الحاجات زي ما بقول لحضرتك. يعني هي النقطة في ايه دلوقتي؟ احنا لو بنتكلم على منتخب الهاندبول وحضرتك قاعد بتتفرج الثلاث ماتشات عندك شك ان احنا نكسب؟ لا الصراحة لا. ليه؟ جهاز فني قوي، لعيبة جاهزين، لعيبة محترفة، استعدادات قبلها بشكل كويس جدا. استعدادات 2019 انت كسبان بطولة عالم شباب واخد ثالث بطولة عالم ناشئين، فانت بتتكلم ان في اجيال بتسلم بعض، لكن اللي قبل كده كنا طب يا رب بقى ايه احنا بنلعب الشوط الاول حلو قوي، الشوط الثاني بنرجع يحصل لا زمان كنا تشريف تمثيل مشرف بص يعني اللي هو يعني لا يعني مثلا الحمد لله ان احنا موجودين عارف انت هقول لحضرتك على حاجه مش احنا جبنا قبل كده عمر عصر كان بيتكلم ان المركز الخامس في طوكيو هي طفره لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين ان هو يبقى احنا رايحين عارفين ان سين او اكس واي زد هيعمل 1 2 3 طبعا مش هينفع نقول اللي انا النهارده حطيت لعبت كويس فهكسب اولمبيكس اللي جاي لا هي مش كده بس بيبقى فيه مينيمم ما ينفعش تقل عنه بناء على المجهود اللي حد ادنى من الجوده تنطلق بموجبه بقى اللي ما هو ابعد يعني بالظبط يعني في لقاء سابق ليا منتخب الهاندبول ما ينفعش يقل عن ربع النهائي باذن الله باذن الله دي حقيقه الخطه اللي بعد كده يبقى نصف نهائي الانجاز او الاعجاز نعلق ميداليه فهي كده هي تدريجيا هتيجي هنتكلم كمان في التفاصيل الفنيه بس بما ان احنا نتكلم عن الرياضات المختلفه كمان الرياضات الفرديه وده كان خبر معانا انا وكريم في الحلقه النهارده هو عن مصطفى عسل والتالق الفظيع اللي عامله ورياضه الاسكواش اللي مصر متالقه سكواش. فيها باي ديفولت بالفطره يعني احنا متالقين في الرياضه دي بالفطره وكان في لقطه كانت حلوه قوي عجبتنا برده مع طبعا كابتن محمود الخطيب ودي بقى مش عملت يعني شير يعني لا بالافات على التويتر تحديدا قال لك على اهدى يا كابتن الاهلي دايما رقم واحد انا ده عجبني ليه والناس ليه عجبتها برضو يا شادي وكريم لان انت بتتكلم انا دلوقتي بطل بس انا ما بنساش الكيان اللي انا بنتمي ليه ما بنساش بدايتي كانت فين ما بنساش الناس اللي دعمتني في اول مشواري ولحد دلوقتي بينال حب الجميع وتحديدا النادي الاهلي مصطفى يعني بص اقول لحضرتك خلينا برضو نتفق ستايل مصطفى جوه الكورت بتاع الاسكواش ما كانش موجود قبل كده بالنسبه للعيبه المصريين بمعنى اللي هو الحماس الفايت اللي بيقاتل اللي هو الباور فول باور في كل كوره الكوره حتى لو يعني برسنتج 1% بس اللي هي بتاعته بيلعب عليها فهو كاريزما مختلفه دي حاجه الحاجه الثانيه انت دلوقتي بنتكلم على اصغر لاعب احتل صداره التصنيف العالمي صحيح فده مجهود عبر تاريخ الرياضه بالنسبه للسكواش فبالتالي مصطفى
دايما ما بينساش النادي الاهلي، ما بينساش جمهور النادي الاهلي، جمهور الاهلي داعم ليه في ظهره على طول. انا في حديث سابق برضه معاه قلت له انت هتنقل تشجيع الكوره الملاعب الاسكواش وهي في الطريق دي حقيقه. ده فعلا هو ما شاء الله كل ماتشاته يعني البطولات اللي بتتلعب في مصر المنافسين ليه من الدول الثانيه بيواجهوا صعوبه فعلا بسبب الجمهور، لان هو الجمهور عارف اللي هو هيكسب كده ما شاء الله. فلازم اشجعه كده. وعلى فكره حتى التعليق اللي هو كتبه على الصوره اللي اتعرضت من شويه على العهد يا كابتن دي برده فيها رساله ضمنيه لكل من هو يرتدي تيشيرت النادي الاهلي ايا كان نوع الرياضه اللي هو بيلعب او بيمثل النادي من خلالها، ان في عهد بين اي واحد لابس تيشيرت النادي الاهلي وبين النادي الاهلي شخصيا بان هو لازم يبقى في انجازات باستمرار. بص انا عايز اقول لحضرتك يعني انا اصلا كنت لاعب تنس طاوله في مجال الرياضه، فكل زمايلي في الاهلي تيجي يعني احنا لو احنا بنقول مثلا توصل للسيمي فاينل فتمام الف مبروك مبسوط. فعلا فعلا من صورهم انت خدت تاني بيعيط. لا دي فعلا هي يعني هي مش فعلا مش كلام يعني دي ملحوظه في كل فده العهد فعلا اللي اخده النادي الاهلي، لان زي ما حضرتك عارف النسر ده لازم يفضل يطير طبعا لازم يفضل طاير عادي طبعا فبالتالي والنادي بيوفر على قد ما يقدر كل سبل الراحه لكل صحيح ده حقيقي الفرق الرياضيه، فبالتالي لازم يبقى في النجاحات دي. فكل التوفيق لمصطفى، هيواجه صعوبات شديده جدا الفتره الجايه. مصطفى عنده مشكله مع الحكام بتبقى في اغلب الماتشات، فلازم التون مصطفى زي ما بقول لحضرتك فايت جدا. انت عارف حضرتك اللي في الاسكواش في السوينج لازم يعني تدي فرصه للاعيب يتحرك، المنافس يتحرك وياخد وضعه ويقدر يلعب الكره بتاعته بسهوله. بيحصل بعض الاحتكاكات، اللعيبه بتحاول تجر المصطفى للنقطه دي. احنا عايزين برضو نقول ان اخو مصطفى برضو بطل، كان كسب في البريتش اوبن تحت 17 سنه فالعيله ما شاء الله برضو زي برضو كان شرباجي مروان ومحمد طبعا. فاللي انا اقصده اللي عليه دي يعني هي دي مش يعني مش نهايه الرحله، دي مجرد البدايه. بالظبط حلو قوي الصوره اللي احنا شايفينها دي. هو برضو من ضمن الناس اللي على طول كيان الاهلي، فيعني طبعا دي صوره رساله منه لمؤمن زكريا حاجه جميله. بالظبط كل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي بعد كل انجاز وبعد كل فوز كان 2021 2022 كل حتى الولاد او بنات كانوا بيدعموا مؤمن. ربنا يكمل شفاء على خير ونتمنى نشوفه تاني ان شاء الله. ان شاء الله. شادي بقى في كام حاجه كده عايز اروح لمنتخب مصر رفع الاثقال، وعندك بسمه رمضان وعندك اسماء بتلمع، وانا بحب قوي تحديدا لما اجي اتكلم عن رفع اثقال واجي اتكلم عن سيدات او فتيات، لان دايما الثقافه القديمه رفع اثقال ايه يا بنتي يطلع لك عضلات هتتجوزي ازاي حاجات بقى من الحاجات الغريبه دي. هو المفروض اللي يخاف العريس مش اهل العروسه. فكان معانا فاكر كريم فكرني سمر حمزه معانا سمر حمزه و سمر مصارعه مشهوره مصارعه برضه كاريزما كانت رائعه بقى وكانت معانا وهي لذيذه قوي على المستوى الشخصي. كانت عماله تحكي لنا برضه سالناها السؤال ده، هل انت كان مشكله في تحدي في الاول لعيلتك قبل ده ولا لا؟ الرجال عمرك ضربتي حد قبل كده؟ كان ليها يعني اجابات كثيره. فتالق السيدات في رفع الاثقال ده برضه بتشوفه ازاي؟ حابب اقول لك بس ان فعلا الرياضات النسائيه في مصر واخده كل الدعم وبتحقق نتائج هايله. صح. بطوله افريقيا الاخيره اللي كانت في القاهره اتفرجي على الاستمتاع، وانت بتتفرجي على حاجه اسمها ساره سمير. استمتاع فعلا يعني انا كان اول مره اشوف رفع اثقال من الصاله ساره ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ما شاء حاجه كده بتستمتعي فعلا وانت بتتفرجي عليها. رفع الاثقال يعني احنا عايزين نقول النساء بيحققوا ميداليات كتير، كانت البدايه في ريو مع ساره ومع الاسف فتره الايقاف مع فتره برضه البحر المتوسط الميزان بتاعها كانت لغى. في حد طبعا نعمه سعيد دي حاجه كده برضه بتاخد بطولات العالم اكنها بطولات جمهوريه. في نسمه رمضان دي لسه في البطوله العربيه تحت 17 سنه ثلاثه ده واعده جدا بصراحه جدا جدا، ودي نتاج المشروع القومي للبطل الاولمبي. صح. هو حصل حاجه فيما يتعلق في رياضات معينه، ودي برضو نقطه كنا اتكلمنا فيها قبل كده يمكن عشرات المرات انا ونهاوند، فكره ان
الدعم يا حضرات، الدعم لازم يكون موجود لما احنا عندنا ابطال عندهم قدره على تحقيق انجازات كبيره جدا في ظل غياب تام للدعم. امال لو الدعم ده اتحقق كان من اهم الرياضات اللي عندهم مشكله، يعني في كمال الاجسام، رفع الاثقال، اللي هم الناس اللي بيحتاجوا حتى بند الاكل لوحده عايز له ميزانيه لوحدها. فحصل تغيير في هذا الاطار نتج عنه النجاحات اللي احنا بنتكلم عنها دي. التغيير حصل بس بعد النتائج. بعد النتائج. طب ما كان من زمان في نتائج بتتحقق. بس ما كانش العين رايحه. يعني العين راحت لمحمد ايهاب امتى؟ بعد ريو. ايوه. قبل ريو، قبل ما يحقق ما كانش حد يعرف ايهاب. ساره كذلك. في بطل واعد محمود حسني ربنا يحميه 17 سنه حاجه كده برضه. ما شاء الله. يعني انتظروا الولد ده، الولد ده كسب بطوله عالم بتاعت 17، 3 ذهب. عايز اقول لحضرتك الارقام اللي حققها في ميزانه اعلى ميزان هو محقق اعلى منه. بسم الله ما شاء الله. حلو جدا. يعني بص حضرتك، فبالتالي الولد ده انا شفت الفيديو بتاعه وهو بيتمرن في جراج. بس دلوقتي اقل الامكانيات. الحمد لله بالظبط. لما حقق البطوله ومدربه واعتقد خاله، فيعني الموضوع يعني ايه ما جاش بسهوله. يا اخي سبحانك يا رب، معظم الناس اللي حققوا في الرياضه بصفه خاصه نجاحات يعني مدويه، على الاقل اغلبهم، مش هقول لك كلهم، كانوا عايشين في ظروف معيشيه واقتصاديه من اصعب. هي دي اللي بتشدهم. اصرار بقى وكفاح. بالظبط بالظبط. لكن دلوقتي الحمد لله بقى في سبونسر ليهم، هيبتدوا ان شاء الله. هو بس النقطه اللي احنا بعد الدعم ده مش هينفع النتائج بس تقل. سبونسر ولا مجرد حد هيجيب له تكييف في الجراج ويكمل تكييف؟ لا لا لا، سبونسر يعني. الشركات ابتدت تتارجت. بص اقول لحضرتك على حاجه، انت دلوقتي الالعاب الفرديه من تارجت بتاعك الاولمبيكس. صح. فهي ايه، فهي بتبقى بلانز كده. احنا مثلا خلاص 2023 احنا مستنيين باريس 2024، فبنتارجت اللي احنا في الاولمبيكس عايزين نعمل كذا. فلحد الاولمبيكس دي لا هيبقى في دعم للناس دي. بس اللي انا اقصده ان ما ينفعش بقى خلاص، يعني انت والظروف صعبه عملت. فسهل الظروف بقى. بس اقول لك على حاجه برضه يا شادي، ده بيحصل في العالم كله طبعا، فكره سبونسر شيب بشكل اوسع بكتير واكبر من الدول يمكن العربيه شويه. بس برضه السبونسرز بيبقوا متفاهمين ان مش لازم الشخص ده اللي انا برعاه ان هو في كل البطولات هيجيبها لي او هيكسب. يعني في طبعًا. ده وفي ده بس طبعًا. يبقى المستوى في الاخر كويس. عدد الميداليات كويس. يعني احنا بنتكلم اللي هو مثلا كمثال، يعني اخر مثال لمحمود، هو تحت 17، فلما يلعب مثلا بطوله العالم تحت 20 ما ينفعش يقل عن دهب. لكن لما يلعب بطوله عالم كبار بالزبط. لو خد مثلا برونز فده كده لما يوصل بقى سنه فكده. لكن زي ما بقول لحضرتك، انا بس تعرف حضرتك السبونسرز او السبونسر شيب بيبقى ليه ديو ديت. يعني فانا عايزه يكمل ويجدد لحد ما هو فعلا احنا دلوقتي الشركات الوطنيه، عايز اقول لحضرتك كويس قوي انها دخلت. بالظبط. سام تايمز الشركات طبعا. العالميه بنوك كمان يعني وطنيه طبعا. هو هروح بس الجزء المعين بس في الكوره، ان محمد صلاح فعلا باللي عمله زود الطموحات جدا، فكله بقى خلاص التارجت بتاعه. حلو ده. بص احنا دايما بنقول مفيش حاجه مستحيله، بس لازم الواحد يؤمن بنفسه ويستمر. صح. يعني ان انا وقفت في النص خلاص، انت اللي عطلت في النص، انت عايز حاجه روح لها، مش مهم مين بيقول لك ايه ومين بيعمل ايه. ما واكبر مثال على كده زي ما حضرتك قلت سمر. سمر يعني سمر طبعا. سمر بص ما شاء الله عليه دلوقتي ما شاء الله نمبر 1. قصص نجاح احنا دايما بنشوف البطل، بس قصص الكفاح والنجاح حاجات طبعًا. يعني فعلا تتعمل لها حلقه، يعني باذن الله ممكن نعمل ده. تنورنا يا شادي مره ثانيه. الحلقه للاسف والوقت خلص الفقره يعني، بس ان شاء الله هنشوفك ثاني معانا ان شاء الله. لازم ضروري باذن الله. بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا. شكرا جدا لحضرتك. هنطلع فاصل اخير بقى يا حضرات ونرجع بقى عشان في فقره طبيه مسجله نهاوند ومعاها دكتور باهر السعيد، وان شاء الله تكون برضو موضوع الفقره دي يهم كتير جدا من حضراتكم. ونشوفكم على خير باذن الله. We'll be right back.